أهلا بكم. وينطلق مهرجان كأس ولي عهد دبي بأيامه وسباقاته التي تعد على أصابع اليد. عارفين السباقات الكبيرة يعني ليها لهفة خاصة، ليها إعداد خاص، ليها منافسة خاصة. اليوم كنت في القرية في البري رايد، كل مدرب وقفت معاه قال لي أنا طامع في المهرجان كله. كنت ساعات بحس ان هم بيتكلموا كلام مش واقعي، لكن كانوا بيتكلموا بثقة. كنت بعد ما بيقول لي الكلام بفتح الابليكيشن واشوف بناء على ماذا يعني هياخد المهرجان كله، وطامح من اول ريس في اول سباق بنات ان هو يكون على المنصة. وبعدين ارجع واسمع تعليق المدرب اللي بعده، اقول الله يكون في عون هالمدرب اللي طامع في المهرجان. كل واحد حابب يكون ليه نصيب في الكيكة. وبصراحة كيكة سباقات مهرجان ولي عهد دبي كيكة صعبة، لأنها في نهاية الموسم بعدها بيكون عندنا سباق المدربين، وبعدين رايحين على مهرجان الوثبة. يعني إحنا بنتكلم عن نهاية الموسم والواحد حابب يرفع راسه. مشكلة عند المدرب لما تمر عليه كل السباقات ونبتدي نحصيله كم مرة طلع على المنصة ويكون الجواب ولا مرة، أو يكون الجواب إن هو الصبل الريادي واحد من الاسطبلات اللي المفروض تكون مسيطرة شوية على الموسم ويكون فاز له مرة ولا اثنين كل الموسم. لكن ابتديت أفكر كان فعلا موسم صعب إنك حتى تفوز بسباق واحد، ولا أصبح في أرضية وثبة ولا أصبح في أرضية سيح السلم، كلها أصبحت أرضيتك. القادمين من العين ومن أشعب ومن عجبان والقادمين من الوثبة أرضيتهم أرضية سيح السلم، وطامحين ان هم يأدوا بشكل جيد على هذه الأرضية لأنه مهرجان ولي العهد. وأصحاب الأرض الله يكون في عونهم بينافسوا بعض، وبعد ما يخلصوا على بعض بيبتدوا يفكروا في القادمين للمنافسة معهم، ويكون حظ القادمين لو هم انتهزوا أخطاء اللي بيخلصوا على بعض. أرى دائماً إن المهرجان سيكون صعب، صعب أمام MRM، صعب أمام M7، صعب أمام F3 اللي المفروض تؤدي بشكل قوي لأنه مهرجانهم. لكن لما بتسمع تصريحات M7 هو كمان مهرجانهم، تصريحات MRM لا، أنا فزت بنصيب كبير من مهرجان صاحب سمو الشيخ محمد وكمان حابب أن يكون هذا مهرجاني. رحب بكم مشاهدينا في هذه الافتتاحية الطويلة، ولكن نتمناه مهرجانا سعيدا على الجميع. الحلقة اليوم ستكون عامرة، سنبدأها وكما هي العادة بالتصريحات الرنانة التي يبدأ بها المدربين ويبدأ بها كل من يستعد لخوض غمار المنافسة. سيكون لدينا العديد من المحاور، وخلينا نعرفكم بمحاور هذا اليوم. هذه هي إذن محاور الخطة. انطلاقت مهرجان كأس ولي العهد وحالة ترقب للبداية كيف ستكون؟ الاسطبلات المرشحة للسباقات القادمة تكشف عن بعض أوراقها وسط حالة من المقارنة بين نتائج السباقات الماضية بالخيول القادمة للمنافسة. ماذا قالت اسطبلات الوثبة عن مرشحيها، وكيف ستكون المنافسة بين الثلاثي M7 وMRM وF3؟ في الجزء الثاني من الخطة سنتحدث عن التالي: القوانين القادمة، ماذا يعرف عنها أهل القدرة؟ رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الدولي يتحدث عن المؤتمر القادم بالإمارات وما سيؤخذ به عالمياً، ولماذا يتغيب المدربين عن ورش عمل اتحاد الإمارات للفروسية، وما هي كلمة الدكتور غانم الهاجري له؟ إذن
هذه هي محاور الخطة. طبعا المهرجان لم ينطلق بعد غدا السباق، كنا اليوم في البري رايد أخذنا لقاءات، تعرفنا عن المرشحين، سنتحدث عنهم مع الضيوف، لكن هناك نقطة هامة وهي الحديث عن القوانين المجهولة. سيكون هذا هو الجزء الثاني، وأعتقد أنها ستكون حلقة فعلا تستحق وأن نفتح بها الحوار. أرقام الواتساب نتابعها على الشاشة لتتواصلوا معنا في آرائكم، مرشحيكم، كلمونا عن من هو المرشح ومن هو الخيل أو من هو الفرس، من الحصان الذي تنتظرونه في المهرجان لكي يظهر فيه الاسطبلات. نفتتح البداية، ولأن المهرجان مهرجان خاص، ولأن المهرجان نتحدث فيه عن القوانين وسنرصد تطبيق القوانين في أيام المهرجان، سيكون رفيق لنا في تحليل الخطة وأيضا في الاستوديو الصباحي دكتور خالد الذي يأتينا دائما كالمنقذ محملا بالقوانين. أهلا بيك دكتور خالد، المنقذ، حبيت اللقب. أهلا بيك دكتور خالد. اهلا بك اخت سماح، طبعا طبعا سعيد بتواجدي معاكم في برنامج الخطه وهذا المهرجان ولي العهد لسباقه الغدره 2018، المهرجان اللي هو ساخن قبل ان يبدا يا سماح. لسه تدري سخن بسرعه كده؟ والله انا يعني اتلمس واتحسس من المدربين والفرسان ردود افعالهم لهذا المهرجان، مستعدين، والمهرجان ستكون في إثارة يعني يمكن تكون مسبوقة في هذا المهرجان. أكرر تواجدي إن شاء الله، أكون ضيف خفيف على مشاهدين قناة دبي ريسينج وبرنامجك العامر والمتابعين له كثير من مختلف دول العالم يا سماح، فبالتالي إن شاء الله نضيف شيء لهذا البرنامج إن شاء الله. دكتور خالد وأهلا بك وحمد الله على السلامة. أيضا بنرحب بحسن. هاي يا حسن، جاهز؟ إن شاء الله جاهزين. يا مرحبا بالسماح، ورحب على الأخوان المشاهدين، وإن شاء الله نتمنى أن نتوفق اليوم في حلقتنا. مين السباق اللي مستنيه فارغ الصبر؟ يعني أي واحد منهم؟ الرئيسي. رئيس، هسيبك للآخر بقى، مادام أنت تبع الرئيس يعني إحنا هنسيبك أنت للآخر. رحب أيضا بالعمود الفقري للخطة راشد الدربي، عامل لي مشاكل في كل حتة، بس كما ذكرنا العمود الفقري للخطة. أهلا بيك راشد. أهلا بيك سماحة، في البداية رحب فيك وفي الضيوف والدكتور خالد والمشاهدين الكرام. العمود كسرتيه اليوم انت. كسرتي مدتني العصر تبين نطالع الخيل ونرشح الخيل ونسوي الخيل، فما شفنا شيء يعني ملحقت الشيء ما شفنا شيء. طيب قول لي مستني اي ريس؟ الرئيسي نفس خويا كمان الرئيسي؟ نعم. طبعا هذه لان احنا نقول يعني هذه السباقات مثل يعني الستارتر، يعني اللي هي سناك الشوربه والستارتر يعني. فبكره الشوربه؟ لا اليوم لا بكره الصالونه. بس اليمامه مو بشوربه يا حبيبي. لا يعني اليمامه وضع وقائم، صحيح مو شوربه. صحيح اعتقد ان كل السباقات قويه. نحن اول شيء الصراحه خلينا يعني كان بدايه بديتي انت طويل واعطينا جزء بسيط. نحن نشكر سيدي صاحب اسمه الشيخ حمدان بن محمد، واخيرا انعاد علينا المهرجان، علينا وعلى الفرسان المدربين طبعا، وطبعا السعادة اليوم اللي شفناها العارمة من المشاركين والمنتسبين للرياضة واللي يبغوا ينافسون باكر إن شاء الله يوفقهم، والخسرة معد الله يوفقه. اليوم هذا مهرجان ومحفل كبير، يعني الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى أنه عند الخيل من أول موسم لين هالمهرجان، يحفظ خيل لها المهرجان واللي مجهز له ان شاء الله، واتمنى التوفيق لهم جميعا ان شاء الله. برحب ايضا بعمير، انتهزنا يعني عمير عايفين دائما يقول لي باكر عندي سباق، لازم كل مره يقول لي نفس الجمله، يعني بكره سباق، بس هو بكره ما عنده سباق، هو بكره يتابع السباق عشان نتكلم عليه ان شاء الله في الخطه. برحب بك عمير، اهلا بك. يا مرحبا اختي سماحه، مسي عليك ومسي على اخوي دكتور خالد، ومسي مره ثانيه على اخوي دكتور خالد على براكان واخوي راشد. حفزان لأي ريس؟ سماح احنا حفزانين نشوف كل السباقات الجاية كيف بتكون. بأمانة سماح اليوم احنا ما نقدر نرشح حصان واحد يفوز باللقب، فكل سباق له مزته وله طعمه وله خصوصيته. لا تعرفين سماح تغير تكتيك في أرضية زيح السلم، استوت المراحل شوية فيها تغيير يعني، فسماح الخطة تغيرت. فعلى وجه المهرجان بنشوف كيف بيكون ختامي،
بنشوف كيف بتكون خطط المدربين، فمشتاقين نشوف السباق الأول كيف بيكون، السباق الثاني، سباق اليمامة، عشان نعرف السيناريو كيف بيمشي للسباق الأخير. حنطلب من المحللين في نهاية الحلقة اختيار مرشح، وهنشوف بكرة مين من مرشحهم سيصدق فعلا، ونشوف ترشيحاتهم بالنسبة للاسطبلات خلال المهرجان، علشان نشوف مين اللي هيفوز، وفي النهاية اللي هيفوز إن شاء الله لتليفون آيفون 6. وردت عبد الرحمن أمين إنه مطلوب منه للي يفوز ويشترط، يعني عايزينه سيلفر ولا أسود، كيفهم صح؟ تليفونات؟ ايه؟ ليش 6 يا سامح؟ حكم ها؟ ليش مو 7؟ ليش يعني؟ يعني اكس يعني اكس مش اكس لا لا سكس يعني ولا يعني 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 عند الترشيح تعطونه ايفون؟ انت عايز ايه؟ مهرجان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وزعوا ايفونات مجانا بدون ترشيح؟ ما احنا ما عرفناش دلوقتي شو. اصبر علينا يعني، قولي لنا سياره، قولي دراجة على غير تقدير. خلاص خلاص. رحلة يومين. رحلة يومين إن شاء الله. خلاص. على العموم جهزوا نفسكم واختاروا الخيل اللي هترشحوه لسباق الغد، وإن شاء الله هنشوف صدقة توقعاتكم أم خابت. نشوف أول تقرير افتتاحي لدى الخطة الذي يتحدث عن افتتاحية المهرجان. بعد انتظار وترقب جاء موعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يعتبر الجوهرة الرابعة في عقد السباقات الكبرى في الموسم المحلي بعد كأس العيد الوطني وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقدرة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة. المهرجان يعتبر جامعا لكل فئات السباقات تقريبا، فهو سيبدأ بسباق للسيدات ثم يتبع بسباق للإسطبلات الخاصة، فتحدي للأفراس، وأخيرا السباق المفتوح على كأس سمو ولي عهد دبي. هذا التنوع سيعطي الفرصة لمختلف الإسطبلات لكي تدلو بدلوها وتضع الاسم المناسب في المكان المناسب. ومنذ بداية الموسم يضع المدربون أهدافا كثيرة لتحقيقها، ومن بينها المشاركة والفوز بهذا المهرجان الذي أسقط تأثيره على ما سبقه من سباقات، فالجميع أراد أن يحتفظ بنخبة خيله الجاهزة للمشاركة، بما يعطينا مؤشرا واضحا على قيمة الحدث وقوة المنافسة به. شريط المهرجان ستقصه السيدات بسباقهم على مسافة 100 كيلومتر، ومن خلال جرد نتائج الإسطبلات في سباقات السيدات السابقة نجد أن إسطبلات MRM وM7 F3 والبراري كانت الأبرز سواء على هذه المسافة أو في هذه الفئة. ربما يتكرر شكل الصراع كما حدث في السباقات الماضية، وقد تدخل بعض الإسطبلات على خط المنافسة. المؤشرات تعطي الأفضلية للإسطبلات السابق ذكرها، ولكن المفاجأة دائما ما تكون حاضرة خاصة في سباقات السيدات. طبعاً إحنا في انتظار الإعلان الرسمي عن جوائز المهرجان، ويمكن في ناس كثيرة اتكلمت إنه هو قد يكون مقارب لجوائز مهرجان صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، ويمكن كان السؤال العام اليوم في القرية ها شو الجوائز. طبعاً نطلب من اللجنة المنظمة لو هي بتتابعنا إن هي توافينا بالتطورات. وصلكوا أي مسجات حسن أو راشد أو عمير بخصوص لا. الجوائز؟ أبداً سمح لين الحين ما وصل أي شيء، ومثل ما ذكرتي يعني أكثر الشباب يقولون دائما يسألون يتخبرون إذا في جوائز أو لا، أساس الواحد تعرفين يبي يرتب حاله في الركض. عموما نبتدي نتكلم عن الخيول المشاركة غدا، المرشحين، عدد الخيول التي اشتركت في السباق. دكتور خالد مشاركين أنتم في أي ريس؟ لا باكر سمح ما عندنا أي مشاركة. عندنا بتكون في المهرجان، عندنا إن شاء الله بيكون عندنا مشاركة في كأس اليمامة، وبيكون في السباق الرئيسي لكأس ولي العهد. تبقى واضح المشاركة وصلت 204 يعني سمح على العدد، يعني عدد مقليل عدد سباق كبير. البنات يعني عامة دائما نقول إحنا سباق البنات شوي أخف العدد، لأن المدربين يحفظون الخيل المناسبة واللي منافسون فيه للسباقات الرئيسية اليمامة كأس الرئيسي،
بس لو ترجعين على مجمل تواجد الخيل ومجمل المشاركين من الخيل ما تشوفين الكواليتي يا سماح للأسف. يعني أنا مريت على كبير من الخيل ما هي في كل اسطبلات تلاقين يمكن تلاقين حصان أو حصانين المميزين ما بمجمل الخيل. مش اختلف شوية بالعكس أنا حاسة فيه good quality. M7 يمكن داشين براسين أو ثلاثة يمكن اللي مميزين. F3 يمكن راسين مميزين. الوثبة ما معروف وضعهم. MRM ما هناك في وجود في حضور قوي اللي شايفينه. في مشاركة في حضور. عندنا النصر 2 19 حصان أو كم 16 حصان 16. مشاركين فيه. سماح اليوم العدد ما يعني الكواليتي. احيانا الدش في سباق في عدد بسيط لكنه يعطيك اداء مميز يعطيك اثاره بس تزيد العدد الكبير والمشاركين مجرد زياده فارسات وفارسات بالاساس باكر من مختلف دول العالم مو بس زياده عدد الاعلام الدول اليوم تحتاج احيانا تشوف اداء مميز. فانا اعتقد ان العدد ما هو يعني اداء مميز. كثير من الخيل اللي مريت عليها ما عندها الأداء يمكن حتى المشاركاتها محدودة أو في استبعادات عليها كانت. أنا شايفة في كثير من المدربين مش بأيديك من الكلام اللي موجود. معليش أنا شفت أنا تقديري يا سماح أنا تقديري يا سماح في هالمهرجانات يكون أعداد كبيرة وضع طبيعي هذا نحن تعايشنا من فترة طويلة لكن المنافسة بتنحصر بين 60 إلى 50 خيل يعني ما بيكون أكثر منهم. ما أتفائل يعني بتفائل إذا 60 إلى 50 خيل يا لا لا أنا يعني أقول لك على أقل نقول أعتقد أو على أقل تقدير المرحلة الأولى اللي بيجرب حظوظه على المرحلة الأولى فالحدود بيكون لأن كمهرجان ما في قياس على المرحلة الأولى ما يقاس السباق من المرحلة الأولى. لا 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 نحن ما ندري ونحن ما أنت يعني الوضع شو قلت لنا أقول لك بتكون المنافسة يعني كتوتال يعني لأن شوف هاي أنا بخبرك شيء في ثلاث المراحل اللي هي 40-40 ما تعطي المدرب فانتج إنه يأخذ يعني إنه ما يسعف الوقت أو الحظوظ إنها إذا فرط من الأولى ما كانوا يقف الأوائل خلاص فرط من الريس عليك وعلى غيرك. إيه نعم وهذا هذه اللي بس الدكتور اللي يمكن يبيقص يوضح راشد نحن تعودنا في سباقات المية خصوصا في سباقات البنات إذا ما تميت في الصدارة من البداية مع الخيول الأول جروب الأولي أنت مع السلامة راحك خصوصا إذا دخل الخيول القبلية وفحصن في دقيقة المرحلة الثانية بتدفع ضريبة وبتروق ولا بتلحق ما في خلاف. إحنا دائما نقول بس سباق المئة السباق المئة سباق سبرنت إذا ما انطلقت بسرعة ومسكت في الكوكب المقدمة خلاص فقدت السباق. ما عليه فقدت السباق لكن دكتور نحن نقول لك أن الخيل ما في الخيل كله بتروح وبتنجبر أن الخيل تروح كلها في الجروب مع الخيول المرشحة. صحيح. ما في خيل بيخلي يعني الخيول المرشحة ما تقول أن واحد بيخطط ويقول لا بفكر من الثاني مثلاً بازيد أو. براكان. أنت تتبع ممكن دكتور ممكن تستوي تكتلات عدد الأفرقة مثلاً المصدر اللي وراء المصدر اللي وراء ممكن بتكون في مفارقات لكن أنا أما أنه بتكون فارغة يعني لو خلنا نرد على الجروب الثالث بيكون بينه وبين الثاني يمكن بين الأول عفواً ثلاث دقائق لدقيقتين ونص. ما تتفق وياي براكان أن مجمل الخيل اللي موجودة مو ذيك المستوى. انت اذا بتعطيني 200 خيل وبتقول لي تبان كلهم فول لا بقول لك لا لا ما بقى ما ابغي فول في كل اسطبل في كل اسطبل ابراس كم تبى انت انا في كل اسطبل ابراس من التوتال هذا 15 سنه تقريبا خيول منهم انت اه في كل اسطبل راس في كل اسطبل راس من كم يغني من العدد كامل من 200 204 يعني اقل من فول. دكتور خالد في ناس جايه بس للجوائز مش كلهم جايين للمنافسه. اذا احنا ما عرفنا جوائز لا 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 بس سماح طلعهم في سباق واحد مش شوي دكتور صح كثير السباق اللي طاف خلينا ناخذ نرجع شوي السباق اللي طاف اللي استوى من اسبوع تقريبا برقليان برقليان فاز حصان ما كان مرشح من مسفن مش حاطينه في الحسبان يعني فانت ما تقدر يعني تاخذ غراء على سباق او اقز على اقل تقدير في مهرجان مثل مهرجان اسمه عند الشيخ حمدان بن محمد كله كواليتي الخيل وقوه الخيل موجوده فيه. هذا الكلام اللي يعني ابغى اوضحه للمشاهد. نبتدي نتكلم بما ان احنا شفنا الخيول اليوم وبنتابعها من البري رايد نبتدي نتكلم عن الخيول اللي لفتت نظركم. عمير بما ان انت طلعت لي ثمان اسماء تعتبر رنانه ويمكن في الكواليس كل مدرب قال لي انزل خلينا نرشح اثنين كل واحد يعني من الحيره ابتدى حب يختار اثنين. كلمني مين اول خيل لفت نظرك وجوده؟ اسم لورد اللي عند اخوي عبد الله وانا معك. اسم لورد حصان أداء جدا طيب السنة اللي طافت. السنة هذه عنده ظهور واحد في كأس العيد الوطني وحصل على المركز الثامن. انصدمت لما جابه في سباق اليوم
لكن في كل سباق اليوم يحتاج انك تجيب حصان بطل. ليه انصدمت؟ كنت تحب يأجله ل 120؟ نعم، لان الحصان انا ما شفته الا في ال 120. بس هو جاي ثامن في العيد الوطني، يمكن هو حب يضمن ان يمكن مسافه ال 100 هتكون اصلح له، وانت عارف عبد الله يعني بيحب ال 100 قوي. انا هذا اللي اشوفه انه هو ما نزل عن ال 100. ليش انا ما اختلف فيك في الجزئيه؟ لان عبد الله اللي كان في كاس رئيس سيدي رئيس الدوري كان منافس للمرحله الاخيره. خليك من كاس سيدي، اتكلم عن نفس الحصان. اداء المستوى الخيل، اداء المستوى يعني تطور المستوى. بس قصدي اقول لك ان هو نفس الخيل جاي ثامن في العيد الوطني، لما يقرر يعمل له دروب في المسافه معناه ان هو شاف هو افضل له المية، صح؟ لا، اسم لورد الركض العام في دبي حصل على المركز الرابع او الخامس اذا ما خانتني الذاكره عمير، او الثالث شيء من في التوب 5 اظن. لورد لا، ركض في كاس الريف العام. هنا نعم، الحصان طلع مصدر واعتقد بند شوي في ال... وكان راجع من اصابه، صح؟ ايوه، العام الماضي. العام الماضي كان راجع من اصابه. كان اول سنه حقه في السنه هذه. الحصان الحين الحصان 7 سنوات. العام نذكر ان الحصان كنا نتكلم عليه ان الحصان صغير ولازم انهم يحفظونه. فاذكر ان كلمنا عبد الله حمادي قبل ما نتخبر عنه وين الحصان، قال الحصان هذا صغير، فكانوا انهم حافظينه. يمكن عبد الله يابه نزل المسافه على حواسه. بس تعال، احيانا اذا حصان عندك انت مسوي في ال 120 25 افر متوسط وهي الثامن، يعني ما عنده الامكانيه انه يوصل ازيد من كذي. فيمكن ان انا اقدر اقرا ان الحصان عنده في المسافات الاقصر يؤدي افضل، اجربه في الاداء في المسافات الافضل، لان جربته في المسافه الاطول ما قاعد يعطيني اللي هي الطموح اللي انا ابغيه. فاجربه باكر في المسافه ال 100. نعم. وثلاث مراحل. هو هذا ابو البلانكر الحصان. شوف البلانكر. هو اللي لابس بلانكر، هو هذا الحصان السملور. شوف دكتور، دائما بعد لا تنسى الوزن له دور، وضع الوزن له دور، المسافه مع الوزن. انت اليوم تركض في الكاس الريف بوزن عالي مع مسافه عاليه. بكره عبد الله الحمادي هيكون خطير. خطير. نعم. واعتقد انه بكره حظوظ عبد الله الحمادي اقوى من حظوظ الوثبه. لا، عبد الله الحمادي كاسم خيل. نعم. كاسم خيل. نعم. لان الخيول اللي جايه بيها الوثبه خيول غير معروفه وغير مقروءه. واضح هذا الشيء. نعم. واداء عبد الله كمان على ارضيه سيح السلم افضل بكثير، أفضل. يعني موفق هنا. عبد الله الحمادي دائما يعني اسطبلات ريف العجمان دائما يعني اكثر توفيقه يكون في قريه دبي. دائما نتائجه موجوده، يعني موجود اكثر نتائجه تكون في قريه دبي. يعني سامحني لك كويشن مارك. ها، الحصان الثالث واحد الاخير هذا. هذا الحصان راكض 120 فيه كاس الملك وجاي مركز ثاني مسوي عبر في البيت عند السري اللي انتقل من جميره. هنا من جميره كان اليوم ينزلونه وهو على هذاك الاداء الواو ينزل على 100. يعني هم جايين للقب. جايين للقب. كويشن مارك سماح. كويشن مارك. طيب خلونا عشان ما ندخلش على اف 3، جهزونا لو سمحت لقاء عبد الله الحمادي، بما ان احنا اتكلمنا عن مرشح اسطبلات الريف اس ام لورد. خلينا نشوف لقاء طبعا عبد الله الحمادي، ما الذي صرح به بخصوص استعداده للمهرجان ووجود اس ام لورد في هذا السباق. طبعا بشكل عام كان هناك اسئله عامه، انت تحب دائما تعرف من مدرب المنافس يعني بيرشح مين، من يرى من منافسين، وما هي ظروف المهرجان هذا العام. طبعا الوثبة انت عارف السنة هذه كان في دعم مختلف من سيد صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد، توجيه في شراء خيول من خارج الدولة وخيول من تسعيرة من داخل الدولة بانتقاء النوعية الجيدة. يعني الحمد لله أثمرت عن النتائج طيبة السنة هذه الحمد لله. طبعا نحن تعرف انت عارف اسطبلات الوثبة جايين للمنافسة، طبعا مش للمشاركة بس. طبعا ما يخفى عليك حتى المشاركة في هذا المهرجان تعتبر مشاركة طيبة، وحتى لو ما تسوي فيها نتيجة يعتبر ناموس للجميع. مهرجان بحجم مهرجان سيد صاحب السمو الشيخ حمدان فخر لكل فارسي يشارك فيه. طبعا أنا أختلف مع الجماعة، صحيح هي فرس طيبة وفرس قوية، لكن لكل ظروف، كل ريس له ظروف. فالجو حار، تعرف أنت مش هو الريس اللي نفس التاريخ جميلتي.
ظروف ما تعرف، وفي الخيول تتقدم في المستوى ترى، يعني يمكن الخيول اللي كانت في جميلتي كانت مش جاهزة 100%، فما أعتقد بتكون المنافسة بس للرغد. أنا أتوقع إمارم ومسفن وفي ثري داخلين بقوة. اسطبل المغاوير مش إنما تنظر للقمة، تنظر على القمة، بس مرات بلوغ القمة يكون سهل، بس الحفاظ على القمة يكون صعب جدا. رحنا قاعدين نبني أنه يوم نوصل للقمة نعرف كيف نحافظ عليها. اليوم أنت بحصان واحد إذا تفوز في السباق، أنا عندي 50 خيل معظمهم جديدة، ممكن أني أفحمهم وأشغلهم شغل ويطلع لي حصان واحد أقدر أفوز فيه، هذا الفوز يوصلت للقمة أوكي، بس هذا الحصان الواحد ما يقدر، ما يخليني أنا فوق القمة. رحنا نصبر وقاعدين نتحمل الضغوطات عشان شو؟ يوم نبدأ إن شاء الله على قولتك بقطف الثمر يكون ثمرنا له قيمة، مش بس حصان واحد يكون عندنا بس يفوزنا ونركله على جنب، لا، يكون عندنا مجموعة خيل. وروحنا ماشيين على هالاستراتيجية، تمرها في هالمهرجان سواء أو روح نشوف، ما كنا نطلع هذا الموسم للثمر، لكن لأن يوم قربنا على نهاية الموسم حبينا نجرب شوية، نسوي مثل ما تقول تسل الخيل اللي اشتغلنا عليها طول السنة ودخلت سباقات وشاركت، حبينا بس نشوفها إن وصلت لمستوى اللي روحنا نبيه منها ولا لا. أما ثمارنا إن شاء الله، إن شاء الله على موسم الجاي إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله وتمت الاستراتيجية مثل ما هي، راح أشوف ثمارنا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله. لكن ما أقول لك هذا في هالمهرجان راح يكون عندنا اندفاعات بالنسبة لبعض الخيل، بس لنجرب أدائها ونشوف أدائنا روحنا وشغلنا لوين وصل. باكر بيكون أول اختبار لكأس ولي العهد كبداية كرئيس حريم. أنا أشوف كمية كثيرة حضرت، الجميع ينافس على المركز الأول، يمكن اللي يفوز خيل واحد، لكن أتوقع باكر في تايم جديد. طبعا انا كنت وعداكم ان احنا ناخد لقاء الحمادي، لكن عندنا مشكله في الصوت، وبالتالي قررنا ناخد عبد الله الحمادي لايف. مساء الخير عبد الله. مساء النور، هلا. اهلا اهلا، اخبارك؟ بخير ونعم الحمد لله، خير وخير. جاهز لبكره ان شاء الله يا عبد الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا سماح، ان شاء الله جاهزين ان شاء الله جاهزين. اتكلمنا عن اسم لورد احنا والمحللين. منو عندك المحللين؟ انا عن فاجئتوني بالاتصال. اللي انت قاعد بتعمل ايه؟ انت فين؟ انا قاعد امشي على الشارع في الرياض. لا لا خلاص، ركز في السواقه خلاص. عندي من المحل يركض. ما انا في السواقه، مو في السواقه يا فل. برافو، يعني بتتريض لبكره. بتريض، ايوه جهه، انا اتريض بدال الخيل. عايز اقول لك حسن علق لك ايه، قول له انت قلت عليه اول واحد معاك هيكلمك. حسن، مرحبا ابو حسن. هلا هلا، مساك الله بالخير. ذكرى وخير طالع. اقول الشيء الحين مش وقت رياضه. باكر ركب. باكر ركب. لا انا اقول لك انا اجهز اتاخر من الحين لباكر. اهم شيء الاعصاب، جهز اعصابك. ما جهز الاعصاب ماشي، عشان كذي اسوي رياضه عشان شويه تقفل الاعصاب شويه تحسن يعني. والله ابو حسن صراحه عندنا الدربي هني قال انا ارشح عبد الله الحمادي ومتفائل ان عبد الله الحمادي باكر بيسوي ريكورد. من المرشحين، من بين كل المرشحين. اشكر، جزاه الله خير. راشد يا يرفع معنوياتنا يا ينزل معنوياتنا يا يورطنا، جزاه الله خير، ما يقصر راشد يا اخي، طول في عمره، دائما مشجعينا وطال عمرك. عندنا حصان اللورد جربنا في 120، ما قدر الحصان شويه حار، كنا نجربه في 100 كيلو، ان شاء الله يضبط باكر ويسوي نتيجه طيبه ان شاء الله. ها كان السؤال، انت ليه يعني من بعد العيد الوطني نزلت بيه لل 100 كيلو من بعد ال 120؟ فانت اجبت عن السؤال يعني. كيف بعد العيد الوطني شو؟ يعني بعد نتيجه العيد الوطني وحل في المركز الثامن، اعتقد ان انت فضلت تنزل بالمسافه. هي لان انا شفت جربت الحصان يعني من خلال هاي العام والسنه،
جربناه مرتين الحصان في ال 120 كيلو ما قدر يكون ال 100 كيلو او يطلع المرحله الاخيره وهو متصدر واخر شيء يتراجع لان الحصان حار فيجر ويتعب حاله. فكنا نجرب ال 100 كيلو ونشوفه فان شاء الله باشر ياتي. بكره انت شايل مسؤوليه الريف لوحدك، عمير تخلى عنك كما هي العاده في سباقات البنات. لا طال عمرك عمير ما يتخلى عني، عمير دائما موجود معاي وتشوفونه في بعض السيارات ما بتعرفونه ويشجعنا ويعطينا خطط زين جزاه الله. كشفت لنا عبد الله. اسمح لي عبد الله بس اشكرك على عبد الله. عبد الله عبد الله يمسيك بالخير دكتور خالد وياك. هلا دكتورنا مرحبا حبيبي كيف الحال؟ اشكرك على توضيحك للورد لان انا توقعت هذا التكتيك اللي انت اتبعته قبل لا تطلع ويانا على الهواء، وهذا الذكاء من المدرب اللي هو فاهم خيله وفاهم اداء خيله، ما يكابر على مستوى خيله اذا كانت خيل الخيل اللي عنده والحصان اللي عنده مو بالمستوى انه ينافس فيه في المسافات الطويله، في خيل تقدر تأدي في المسافات القصيره واللي هي السبرنتر. اشكرك والله يوفقك باكر ان شاء الله. دكتور تعرف دكتور مثل ما انت قلت الحصان جربناه نحن سباقين 120 حصان حار فير وايد يسحب طال عمرك وما ما ادى في ال 120 كنا نجربه لل 100 وان شاء الله يوفقك. سؤالي الثاني عبد الله، اذا الحصان حار مع شاب فباكر مع بنت ايش بيسوي فيها؟ لا شوف انا بقول لك شيء، ترى الحصان حار يروح سرعه فوق ال 30 باكر بوي سرعه فوق ال 30 هذا المطلوب. لا لا حسن ضبط اموره مع خالصي عبد الله راشد دربي وياك. هلا انا عندي سؤال غير عنهم كلهم هذيلا. انت راضي عن نتائجك السنه ولا ما براضي؟ الف الخيانه يعني الف بسرعه على هالسؤال دائما. لا انا عبد الله انا عبد الله والله صراحه انا استشف من شهاده سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد يوم ذكرك انت بالاخص واخونا عمير، فانتوا ما شاء الله عليكم المدربين يعني اللي بارزين في الساحه، فانا دائما عبد الله يعني نحن مش نشجعك بس يعني دائما نقول يعني الله يعني مستواك ترى زين. انا اقول لك يا بصراحه خير يا اخوي راشد، لكن تعرف ان هاي شهاده الشيخ محمد الله يطول في عمره هو اكثر شيء نحن اللي متعبنا، تعرف ليش؟ نعم ليش؟ لان انا عارف ان الشيخ محمد الله يطول في عمره يبينا نفوز ونحن للحين ما قادرين نفوز، هذا اللي يتعب الواحد اكثر يتعب المدرب. يوم انت واحد مثل الشيخ محمد الله يطول في عمره يتمنى لك الفوز، وانا عارف دائما هو مشجع قوي لان نحن الريف العجبان يعني الريف بشكل عام، فهذا اللي طال عمرك نحن الحين محروجين اللي ما قادرين نجيب الاول، هذا اللي انا واحد متعبني اكثر صراحه. باكر ان شاء الله بكره ان شاء الله يمكن يكون فعلك الناموس. لا بشرككم مو بس باكر، خلال المهرجان بشوفوا شيء ان شاء الله. ان شاء الله عبد الله عطني اسم مرشح لبكره ترشحهم من برا اسطبلات الريف، يعني عينك هتكون على مين لان هالخيل انت تحبه؟ شوفي بقول لك شيء، اول شيء انا ما عندي الليست ولا اتابع السوالف وايد، مو من النوع اللي يقرون الخيل واحد واحد يعني. ها فانا اشوف ان سباقات البنات وايد صعب انك انت ترش، سباقات البنات مفتوحه للجميع. سباقات البنات اللي طالحت اخر سباق هني كان عندنا 12 خيل تقريبا طالعين المرحله الاخيره. باكر اتوقع اكثر من 12 خيل بشوفهم المرحله الاخيره بالذات لان ثلاث مراحل، فهذا بيكون سباق من اقوى السباقات انا اشوفها. طيب هسالك اخر سؤال وهو صعب شويه، بكره انت عارف العام الماضي فازت ام 7 اف 3 واسطبلات البوادي، تعتقد في واحد منهم هيطلع برا وحد هياخد مكانه؟ احتمال يكون لكن ما استبعدهم، يعني احتمال يكون حد يطلع وحد يدخل، لكن السنه جماعه الام 7 والاف 3 والامارم والوسج جزاهم الله خير ما خلوا الخضر واليابس كله كله، فنحن قاعدين ندور شيء بين الخضر واليابس ما محصلين صراحه. شكرا عبد الله موفق ان شاء الله ونشوفك في الريس بكره. شكرا عبد الله. الله يوفقك يا عبد الله. اعتقد عبد الله وضح الرؤيه بالنسبه للاس ام لورد. ننتقل لاسطبلات ابدا باف 3 ولا ام 7 بما انهم العام الماضي كانوا على المنصه، تحبوا نبدا بمين؟ بس قبل تبتدين يعني انا احترم رؤيه الوثبه. قالوا ان احنا جايين نشارك للمهرجان بس
يمكن المشاركه في هذا المهرجان يعني تعبر عن صورتك انت في كاستبل. انت اليوم مو اسطبل عادي، انت اليوم اسطبل لك تميز، لك موقعك، يعني المفروض تقول انافس. لا لازم انافس. ما انا افحم عبد الله قال اليوم انا افحم واشوف واطلع من 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 هذا السباق شنو البطل وانافس في المستقبل. الموسم طويل ومكثف من المشاركات، فلازم فحمت وجهزت عندك ثلاث سباقات، كاس شيخ محمد، كاس رئيس الدولة، كاس ولي عهد دبي، هذه لازم أعدله. يمكن دكتور هذول يسبق العاصفة. نحن وين العاصفة إذا خلصت الثلاثة مهرجانات؟ لا هم يمكن التصريح كان تشتيت. نحن نقول أنت شفت الخيل اللي شاركوا فيه الوثبة، تشوف فيه تشتيت؟ لا الأسامي مالها كان سابق، يعني منافسة جدا قوية. كلامهم عن رغد، طب سمعتوا كلامهم عن رغد؟ أن ظروف رغد في هالرئيس بتكون مختلفة عن أدائها، تغير الجو. مدرب صريح سماح. مدرب صريح. واقعي. صحيح. ما ترشح رغد بعد هالكلام ولا ترشحها؟ لا أنا رشحها. يبقى تمويه. خصوصاً الفرص. ممكن تمويه. من أول موسم شغالة يعني تعرف. صح. فهذا بعد. سافرت وردت وشاركت أول سباق. لا وأنا ما أتوقع علي بيجيب رغد بسجلات رغد المعروفة. وعشان بس تفهم او ان هي تشارك. انا هذا اللي استغربه، الوثبه ما يجون ب ب ب لا هم بعد ترتيبهم العام دكتور هدون ترتيبهم في النقاط يعني عصرك يرقدون. نعم يرقدون. بس على فكره هو ماجد قال انا جاي انافس في كل السباقات على فكره، يعني هو بينافس بس هو كلمنا عن تخوفه من كل سباق وتحديدا عن رغد. لا بقول الشيء بعد اسمعني حسن، ترتيبهم العام في الدوري الاماراتي الثاني على ما اعتقد اذا ما كانوا الثالث ثاني الثالث يمكن او الثاني لسه ثاني على النتائج الاخيره اعتقد نتائج. وبعدين لا تنسون الوثبه ماخذ خيل من التسعيره من تقريبا من شهرين ثلاث شهور، يعني خيل مركضه. يعني مثل ما ذكر اخونا الدكتور خالد العذر غير مقبول، لكن المشاركه لا المشاركه لابد منها بغض النظر عن خيول التسعيره وغيره. الوثبه دائما من استوى ودائما يشاركون بخيل خيلين وتقينهم نفسين. أعتقد أن خيول ما اللي حضرت ما أعتقد أن حضروا، ونحن نعرف أن مشاركتهم دائما ما تكون في سيح السلام تكون شوي يعني خجولة. لكن هذه المرة يحرصون يشاركون في مهرجانات، أكيد أنهم جايين يمثلون اسطبلات الوثبة بأحسن صورة، وأتوقع الخيل الموجودة خيل جاية تنافس والجزيرة بعد حتى لو مش موجودة يعني خيل ما لها نتائج يمكن، بس يمكن انها تفاجئكم بنتائجها، لان دائما نحن نقول الوثبه دائما مو بغريب عليهم وخصوصا علي خلفان انه يظهر خيل جديد يركضه. او خميس رميتك مشاركه موجود. اي والله اولا نشكر اسطبلات الجزيره على حضورها، ويمكن هم حضروا ايضا في مهرجان صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وهذا هو الحضور الثاني خلال هذا الموسم. حتى لو حضور للمشاركه احنا راضين. صح صحيح. شوفي سماح، ما دام يعني الاسطبلات الاعذار دائما مثلا خلينا نقول اقل تقدير الاسطبلات اللي الوثبه ولا خلينا نقول الوثبه دائما يقولون ما في موجود نوع ما من العداله في القريه، فنحن هاي تردنا خطوه للخلف. هذا هم يعني العذر متداول بين الناس. خلينا نكون واضحين، يعني اليوم العالم هاي تتكلمه والناس تعرفه. يا عقب علي خلفان يا برغد وفاز خلاص بجدارة، فاستوت نوعا ما في ثقة وهاي زينة، والسباقات الماضية تزود مساحة الثقة. نعم مفروض. وهذا المطلوب من المتسابقين والاسطبلات للمؤسسات الكبيرة. أنت ما تسبق لي في غري واحدة، ونحن تكلمنا فيه ونددنا كثير، أنت تسبق لي في غري واحدة ما في، يعني هذا يعتبر يعتبر فشل مش نجاح. النجاح أنك أنت متغير عندك الغرة. يعني انا اذكر تصريح محمد السبوسي، مدرب محمد السبوسي اللي كان معاك في الخياله، قال نحن نتائجنا اكثر نتائجنا في الوثبه. صح، اكثر نتائجنا المقابله الاخيره، وهذا يعني يعطيك ان الاسطبل مش اسطبل، يعني احنا محسوب على ان الاسطبل محسوب على مسفن او مارم او غيره، هذا يعني عنده تطورات في قرى ثانيه مش القريه الوحيده. مثلا لو في دبي في دبي في دبي بيكون لا يفوز يعني من نوع ما بلف ودوران، اما اذا كان راح قريه ثانيه فكذي. فنحن بالعكس يشرفنا وخيول الشيخ منصور بن زايد الشارك، وهذه نحن ندورها من الله سبحانه وتعالى، لان هم هذه الاساس. سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، سمو الشيخ منصور بن زايد، سمو حمدان بن محمد، سمو الشيخ حمدان بن راشد، هذول هم الاساس، هم اللي يادي البيضاء، هم اللي اسسوا هاي الرياضه.
ومشاركتهم ومنافستهم، ولا نحن نعتبر كمواطنين بس يعني دخلاء على الرياضة مش على الرياضة. فهذه الشيوخ يوم يحضرون خيولهم ويشاركون وينافسون في جميع القرى، هاي نحن نشرفنا حتى نشوف خيولهم. هذا الواقع الحاصل. فدائما نحن بالعكس، ليش نحن فرحنا اليوم خميس ياب خيل واحد ياب فرحنا له، مش عشان خاطر عين خميس يعني، لا والله نعرف ان الخيل هذا يمثل سيد سمو الشيخ منصور بن زايد. صح صح، وجود المغاوير يمثل نعم سمو الشيخ هزام بن زايد، وجود الريف سمو الشيخ طحنون بن زايد. صح نعم، هذه الكواكب ابتعدت شوي عنها الرياضه، وعسى وعل ان يردون ان شاء الله. نحن ما فرحنا قبل بالشهر باسبوع عفوا فرحنا بشوفه سيدي سمو حمدان بن راشد. صح، ليش فرحنا فيه؟ يعني كان عنده موجود ترى من قبل، ليش فرحنا يوم عاد علينا؟ نحن ترى موجود عندنا من الاساس كان موجود، وليش راح عنه هو اصلا؟ سباق اللي طاف سباق البنات يمكن يومين نهني سيدي اسمه الشيخ محمد بن راشد قال انا يا جماعه فرحني شيء. قلنا شو؟ قال لي فرحني اداء اسطب المغاوير. صحيح. كان يثني على صح. على اسطب المغاوير وادائه. فيعني حلو يوم يعني الاسطبلات هاي تبدا تنافس الاسطبلات القديمه، تعرفين سماح الاسطبلات هاي مو بغريب عليها الانجازات ولا بغريب عليها السبق. فيوم ترجع وتشوفينها تشارك وتكثر المنافسه، السباق اللي طاف يمكن من اجمل السباقات اللي مرت من ناحيه المنافسه، شفنا عدد كبير من الخيل في الفينش في النهايه، يعني ما في حد ما استانس على الركض. فيوم تكثر المنافسه ويكثرون المشاركين بالعكس دائما حسن نقدر مسؤوليات الشيوخ الله يحفظهم ان شاء الله، سواء طحنون ولا هزاع ولا كلهم هذيل تاج على راسنا كلهم يا جماعه، هذيل هم اساس الرياضه. انا اذكر حضرت ريسات سمو الشيخ هزاع بن زايد سابق فيها، انا حاضر بنفسي يعني شايف، وحتى مره سنه من السنوات في الوثبه فايز بروز ريس، انا حاضر السباقات هاي كلها وشايفينها. فهذيل هم الايادي البيضاء، هم هذيل الاساس. اوكي ما عليه مشاغلهم، لكن انت اليوم يوم عند مثل هذيل الكوكبه هاي الكبيره عندهم مشاغل خارجيه وشافوا الزلات تحصل في القرى ابتعدوا، وقال لك نحن بطالع المشاكل اللي تخص الدوله واللي تخص الامور اللي انا انفع فيها البلدي، واسير اي هني واشوف عذراء اللي ابقى استانس فيها واشوف مشاكل واشوف تجاوزات واشوف امور. هذه واضحه تروح عنها. هذه الرموز لما تعود القوه للرياضه. نعم، فهذه رموز. اليوم لما تبتعد هذه الرموز ايضا تقل الاهتمام ويقل قوه الرياضه فيها. صحيح. فبالتالي الرموز هذه تواجدها بيحط عبء كبير ترى على المدربين وعلى المنظمين. صحيح. وعلى صح الحكام. صح. لان لما يكون الرمز موجود انت يجب ان تؤدي بافضل اداء. نعم. فما يكون عندك هناك خطا. اليوم اذا انت موجود هذه الرموز. صح. شو تبغى تتابع هذه الرياضه على مستوى عالي من الجوده، ما تتابع رياضه مجرد لقضاء وقت معين. صح. هذه تعبر عن روح الرياضه. لا، تعبر عن الامارات. اليوم العالم كله يشاهدك، فبالتالي لما يحضر رمز مثل سمو الشيخ حمدان بن راشد وسمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ منصور بن زايد يعني هذا لا صح صح. امس يعني بالفيديو عن طريق الواتساب طرش لي واحد من السعوديه اظني واحد رئيس الاتحاد او شيء، فسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد طلب رئيسات تكون في السعوديه. يعني شوف الفكر وين، ان حتى تطوير الرياضه يكون في الدول الشقيقه. صح يا جماعه، انا اقول لكم شيء، انا اقول لكم واقع رياضي، انا مش انا اكلمكم من المحيط اللي انا اشوفه. الناس تدعي وتشكر الدول الشقيقه تقول يا ليت عندنا جزء من اللي عندكم. وبيحبوا يشاركوا في رسالتنا. نعم، موجوده بالكويت. يقولون صح صح، يقولوا يا ليت جزء بسيط 10%. طيب. بس استاذنكم لا سمح، هذا موضوع مهم جدا. ما تسكت، لا 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 انت بتسكت ولا هو بيسكت وعمل ساكت. لا نحن ليش يا لا انا باكد على كلامك، انا باكد على كلامك. هذا اثنين بقولهم كذي، هذا ما يعطي فرصه. انا اقول لك هذا اللي جاي عطشان ويرمس اليوم بيتزعج ليش صدق. لا انا باكد على كلام ابو حمدان ان اليوم فعلا احنا كنا سعيدين لما يكون سمو الشيخ محمد بن راشد يتواجد في البحرين، لان فعلا هذا اليوم نعتبره يوم مهرجان وعرس لرياضه القدره، فبالتالي اكيد ان تواجد هذه الرموز بيثر السباقات بالتاكيد. انا هقرا كم من مسج بخصوص يعني عبد الله الحمادي، في مسج واصله يعني عبد الله ما بيشوف المنصه في وجود الاسماء اللي موجوده في هالريس، ليه خلينا متفائلين يا جماعه. وفي مسج ثانيه تغطية رائعة، مشكورون على التغطية والسباقات الجميلة، شكرا. وبخصوص أيضا
معاكم حنان رقم تليفوني ارشح عبد الله الحمادي. شكرا يا حنان. هل اسطبلات الريف العين بتشارك ولا لا؟ شو رد عمير على هالموضوع؟ شو ردك عمير؟ صباحك على خير. الحلقه خلصت؟ صريح العبارة. الرئيس خلص؟ لا سامحني مشارك. ليه مو مشارك؟ سنيوريتا ليه؟ السنه الجايه ان شاء الله. السنه الجايه في كل سباق بنات ان شاء الله مشارك. ان شاء الله كونوا موجودين. على العموم زميلي فؤاد الشحي عمل جوله في منطقه المرموم علشان يعرف الاستعدادات للمهرجان وكل مدرب فين مركز وفين رايح ونشوف البدايه. تفضل. طبعا من أرضية المرموم من رملة المرموم تراك اللي وراء اللي الكل يعرفه تراك سيح السلام هذا نحن نسميه. طبعا استعدادات تجهيزات أول ما وصلنا حصلنا اسطبلات الإمارات المدرب خيرو وهي المدربين وهي الرايدرين اللي نشوفهم عنده. طبعا وصلنا الساعة 4 بلشنا البعض شفناهم 4:45 المدربين اللي شفناهم لنا الحين خيرو حصلناه طالع ويا خيوله أكيد يجهز حق سباق من السباقات الجاية ومن السباقات اللي يترياها أكيد حق مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مهرجان ولي عهد دبي. طبعا بنسيل بقعة الثانية بنسيل برد الثاني بنشوف خيره وبنكلمه وبنسأله بعض الأسئلة بعد عنه. طبعا قدرنا نوقف خيره لان خيره متعود يلحق خيوله وما يوقف حق حد بس ايام سو لك خيره ستوب تو توك وذ مي هلو هاو ار يو فاين جود خيره وي كاتش يو ناو وي ميك تريننج اي ثينك 4 اوكلوك يو ستارت ها يو 3:30 بت يو ميك ذا هورس ريدي فور ويتش ريس اي ثينك ذا جروب اوف ذا هورسز ذات ار ناو اور تريننج ناو ار وان جروب اوف هورسز فور ذا كراون برينس اند افتر ذيس جروب وي ويل دو ذا وان فور ذا ياماما كاب. Now they will do one training of 12 kilometers, which is around 4 kilometers in the deep sand, and the other 8 in the hard ground. You think the race is coming for the ladies' race? He's big, hard. I think 200 horse in this race. Well, it's going to be very, very difficult. I guess the winner will do more than 30 kilometers per hour, and it's going to be hard to be in the top. You are ready, Jairo, for this? All the race is coming? I'm already. Huh? I born ready. Sure. Thank you خيرو for your stamina, okay? You're welcome. Thank you. كان ويانا المدرب خيرو الاسطبلات الامارات شفنا اسطبلات امارم خلونا نسير نلحقهم ونشوف شو عندهم بعد امارم يا اسماعيل. وحصلنا اسماعيل محمد من اسطبلات ام ار ام. طبعا اسماعيل محمد دائما وابدا ابو محمد متواجد في كل التمارين لاسطبلات ام ار ام وهاي الخيل واستعداداته اكيد مجهز حق مهرجان ولي عهد دبي. والله نبغى نحصل فرصة نوقفه لأنه أكيد بيكون مشغول لأنه أتوقع قدام بيسوون ووك بنلحق عليهم ما شاء الله. هاي نخبة الخيال اللي موجودة عند أمارهم وتجهيزاتهم والاستعدادات طبعا بنوقف مكان نشوف بنسأل أبو محمد إذا يعني بيعطينا من وقته شوية. أبو محمد يا الله اخبار مساء الخير ابو محمد. مساء النور مرحبا. كيف حالك؟ بخير الحمد لله ابو. مستغرب اكو شيء بينك التاني في تراكنا ابو محمد. تمرنون ظني تبدون الساعه 4 انتم انا ما اعرف نشوفكم هني الساعه 4 انتم اكيد تبدون قبل في الاسطبل صح وتجهزون حق مهرجان ولي عهد. اكيد مهرجان غالي على كل مدرب وعلى كل مالك واحنا مثل ما نفس المدربين يعني والحمد لله مثل ما قلت الساعه 4 احنا اوريدي نبتدي الساعه 4 صح. غير الناس ما يشوفونك كله في السباقات ما حد شافك في التمرين. احنا ما بنتكلم نقول لك شو تمرينك شو هذا اليوم شو هذا اليوم شو عندك شو عندك لا بس انت جاهز حق المهرجان ان شاء الله. ابو تمريني ماشي السر يعني في نفس التمرين المدربين اخواني لكن تعرف الحمد لله جاهزين ان شاء الله اذا الله اراد حق المهرجان سيدي الشيخ حمدان. اكثر شيء مجهز حق الكاس العود
والله عندنا مجموعة خيل في كل سباقات إن شاء الله. الله يوفقك أبو محمد. شكرا. وين تنصحني أسير؟ أسير عند منو الحين بحصل؟ حصل شبابي. شبابي واحد وغيره بعد منو؟ وأظن اللي شفت شبابي وشفت حد من الاسطبلات عجمان بعد. حسني وين بنحصله حسني؟ حسني في تركة إذا بصير له. وعلي الصابري. سلمان وعلي الصابري. هذا اللي بتحصله في سبعة. في سبعة. الله أسوأ سير. أشكر أبو محمد أشكر. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. معلومه الحمد لله. عساتك طيب. وين شرت تروحت وين انت يا رجال؟ عندنا تمرين، ندرب خيل يا اخي. نحن جايينكم عشان انتم تدربون خيل، ملينا من كثر ما يجيكم الاسطبل ونيك بالقريه ونيك. خلنا بنسولف فالحين بتونا في تركات. اسماعيل تو قلت له وين اسير؟ قال سير جي سير جي شبابي والجماعه. قلت له زين زين زين. علومك والله طيبين. تجهز وتمرن. مهرجان العهد نعم حق مهرجان سيدي صاحب السمو ولي عهد بعد ثلاثة أيام رئيس البنات عنا وعقب بينا بعد الرئيسات التالية والكأس. نعم 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 والله جاهزين حق المهرجان كامل مرة ما بتعبرون شيء؟ لا لا والنصيب عند الله. والنصيب عند الله. سالم يا ثالث ويا هالمنصة نحن نوصل المنصة وردونها. أول حين الله بيوفق الرئيس الجاي. وش وياكم تردون؟ والله لا بهالحلال يعني على حسب السباق شو يكون. الله يوفق. نعم توفيق علمي. لكن تجهزون واحد عمك يجتهد والباقي على الله. انت تكون في الناس موجود ليلة اخر لو الباقي على الله. شو بسوي انت اكثر من شو ما تسوي شيء. والله يوفقكم ان شاء الله في الرئيس هذا كله. في منافسين قويين تشوفون بس ما حد ما شاء منافس. كل الجماعه ومدربين مجتهدين. حد يقول لك انا جاي اجهز؟ كلهم جاهزين. كلهم جاهزين ومدربين ما عليهم قصور كلهم. من اولهم لين اتلاهم. وين تنصحني اسير الحين عند منو افر؟ عليك والله الترك خالي اشوفه اليوم. حط صوره هني. اسمع حط صوره. اشوف الترك خالي اليوم. اسماعيل حصلناه. والشبابي يوم شفته بصير عند الشبابي يوم شفتك قلت له شغل فرصه ترى ما تتعوض. الشبابي بتقول وبتقول سالم بن يافور الحين. سالم بن يافور وين بحصل؟ بتحصل الحين بيطلع الحين اوقات طلعهم. والصابري الحين بيظهر. احمد الصابري. احمد الصابري الحين موجود. احمد الصابري صبري شوي في الترك هذا شي تعالوا بالعكس بيجيكم الحين. خلاص مشكور بسيف. اهلا وسهلا. مشكور مشكور. بعد ما حصلنا بطي سيف ودلانا وقالنا توكلوا وروحوا قالوا عندكم الشبابي وحصلنا تمرين اسطبلات الشبابي اللي نشوفهم قدامنا الحين. طبعا نزلنا وكنا نتريا الصابري ولقيناهم وهذا تمرين اسطبلات الصابري عند احمد اذا ما خاب ظني. هذا احمد اللي راكب. هي ابو شهاب سلام عليك. انا ادورك في السياره ترك راكب. هذا احمد طبعا روحه راكب ويجهز ويستعد تقريبا حق المهرجان. هذا احمد الصابري بنحاول ناخذه حتى لو كنا في السياره بنلف عليه بنحط عليه زوم وبنشوفها. ابو شهاب سلام عليك. بطي سيف دلني عليك وقال لي سير شوف الرجال بيجيك الحين النكس وزخها في السياره لكنك راكب. مساك الله بالخير. والله اليوم مسوي لكم انت مفاجاه وبطي سيف مفاجاه. مسوي حق منو؟ مسوي مفاجاه لبطي سيف. بطي سيف متعود يشوفني في السياره ووقف عنده دوم ونسولف وياه. وانا دوم اغرز وانت تطلع. ويوم جاء تم يدورني بالعمال ما حصلني في السيايير. لقاني راكب انصدم الرجال. وشاب تجهزون اكيد كلكم حق مهرجان حمدان محمد صح؟ اكيد لابد. مشي انا لا الخيل انا لا راكب فورفان. والله اشتقت للركوب وركبت يا الشباب. ركوب بطي سيف ياشر. ايه زين. شو تجهيزات؟ والله جاهزين. احنا دائما جاهزين وفي كل سباق جاهزين وبنكون منافسين ان شاء الله. ما بقول لك بنكون فقط مشتركين لا. احنا يعني نعم احنا جايين السباق ومحضرين اسبق خيلنا للمهرجان لان هذا كاس غالي. كاس غالي على الجميع. حط لي حد في بالك اسير ازخها الحين هني ولا بطي سيف هذا وراك؟ حلفت عليه 60 ميلي. هذا بطي سيف سير له وسوي له مداهمه. سوي له مداهمه وادخل عليه في اللقاء. عند علي صابري وين بحصل؟ علي صابري ما بتحصله. نعم. سلمان؟ سلمان بتحصله في الصوت الموجود. نعم. مشكور بشام ما قصرت. زين مشكورين.
على فكرة المدربين اللي شفناهم ولا كانوا يعرفوا ان احنا هنصور ولا رايحين، وفعلا يعني شفنا كل مدرب بيعمل ايه. عموما اليوم في القرية كان في سؤال، مين الخيل اللي نفسك تشوفه في المهرجان؟ انتوا عارفين احنا بنبتدي نعرف اسماء الخيول اللي بتشارك يعني في البري رايد، غير كده لا، يعني احنا لسه مش عارفين ما هو القادم في اليمامة، ما هو القادم في الكاس الرئيسي، ما هو القادم في اسطبلات المواطنين، لا نعرف. لو انا سألتك عمير مين الخيل اللي نفسك تشوفه في المهرجان الرئيسي؟ خيل واحد ولا مجموعة؟ لا سميلي في اليمامة انا حابب اشوف، في الرئيسي انا حابب اشوف مين، خيل واحد. في اليمامة حاب أشوف أردرسي فارس الصابري، وفيه الرئيسي حاب أشوف سراب. أعتقد سراب مش جاي، والله يا سمح ما عندي معلومات الأكيدة، بس أتوقع أنهم بيبون إحصان طيب يمثلهم تمثيل طيب في الرئيس الرئيسي. نعم. يمكن يكونوا بس مركزين برغد، ما أتوقع سمح، ما تتوقع هم هدؤهم عن السباق الرئيسي معناته عندهم مفاجأة في السباق هذا. هو نفسه يشوف سراب، أنت نفسك تشوف مين الرئيسي؟ أنت فين في أي مكان؟ لا شوفي خلينا نكون واقعيين شوية، إذا 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 رجعنا على الواقع شوية، اليوم سباقات اختلفت، الوضع اختلف، ما تقدر يعني مثلا الحين برشح مثلا على الأقل تقدير الريس هذا ريس البنات، خلينا نقول رزر بارك، ما موجود رزر بارك وياه اللي هو كان مسوي نتيجة زينة يعني في البنات اللي تيم ما سمح له. ها راشد تيم ممكن يعني الريس بيريد. فنحن انا اقول ما اقدر اعطيك مثلا قراءة على اني اقول لك مثلا خاطري اشوف الخيل، خاطري اشوف الخيل ممكن اضرب خيل ثاني فيها ممكن، لكن انا اقول الكل اللي اتمناه انه في المرحله الاخيره اشوف اشكال متغيره من الاسطبلات، بس هل اتمناه يعني عقل تقدير خمس الخمس الاوائل كذا شعر من كذا صبل تتوقع نفس ما شفنا امس، يعني بدينا نتلمس فترات الاخيره بدينا نتلمس صراحه. سباق برق الليان شفنا شفنا مال سيح سلام، شفنا كذا اخونا بطيء المقاوير نص، يعني شفنا هذا البوادي كذلك، بس يعني هذا اللي نتمناه نحن، هذا اللي نتمنى. فأنا اليوم لو قلت مثلا أبغي خيل فلاني أو أبغي خيل بتظلم حد، بظلم حد فيها. وعن الظلم اللي هيظلمه راشد، أنت نفسك تشوف مين دكتور خالد؟ اسم خيله أنا ما أعرف اسم خيله. لا توم جونز. توم جونز حابة أشوفه مرة ثانية، يركض عقب ما ركض في البحرين حابة أشوفه. اختيار موفق، تعتقد هيجيبوه؟ مش عارف ليش احنا يعني سماح انت استعجلتي على دخولنا في السباق الرئيسي، احنا مع بعض، فانا اقول لك لما اشوف رساله يا ابو توم جونز. لا 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 انا ما بعرف الستارت ليست عشان اقول لك والله كنت بودي اشوفه، بس اليوم انت ما دام سالتيني نفسك توم جونز احب اشوفه، هذا الحصان انا احبه من قبل من زمان. الزلياب الثاني ترى موجود اللي هو صبرات منسو اللي جاي الثاني، بس انا احب اشوف توم جونز لان ذاك اليوم عجبني الركضه في البحرين، يعني اللي جاب ثاني ما عجبك عجبك ياي ثاني توم جونز يابا في البحرين. نعم. ها افضل ركض يابا توم جونز. نعم يابا في البحرين توم جونز هني نتائج قويه وحدنا نتعرف هني بتشوف اذا ركض الحصان ذي مره ثانيه برافو على الاسطبل الفترين لانه يعني عدوا يرجعون في الريكفري الحصان الى وضعه الطبيعي اذا بيأدي، يعني اعتقد هذا ليش المونسا الحين باكر بيركض ممكن يكون في كاس فبالتالي فبالتالي الوجود هم يبينهم في حام حق كاس الرئيسي صح 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 هذا اللي احنا كاس جلاله ملك البحرين كلهم قالوا انهم في حام، بس ما هم في حام كانوا جايين منافسه، كانوا جايين منافسه 29 محام يا جماعه جايين منافسه عشان يشوفوا اداؤه. الاسطبل اف 3 عندهم نفس تقريبا خلينا نقول 85 الى 90% نفس رجوع ركفر الخيل في المارم والمسفن، لا يعني ما نختلف احنا عارفين الوضع، فوضع طبيعي يرجعونه ومفحم عادي هذا بالنسبه لهم. يعني اقول لك يعني سباق عادي لا مفحم هذا يعتبر مفحم 29 مفحم في البحرين ما كان مفحم لا عادي، لان انت شوف في البحرين في عوامل ساعدت الامور كثيره، بعد خلينا نكون واقعيين يعني دكتور انت قافل ولا احنا قافلين على الوضع، لا في امور في طريقه الأرضية, يعني. الارضيه عندهم الارضيه ساعدت الاداء الخيل ان ادت 29 ودشت في حشره في رمل في امور كثيره، فوضع في اتفق وياك انه يمكن الارضيه تساعد الخيل يؤدي اداء اسرع في البحرين لان فلات ما في غبار ما في زحمه خيل ما في زحمه خيل في الفحص ما في زحمه خيل بس رد على السؤال توب جونز في الوثبي يركض افضل عن دبي، ما اصلا ما شفناه في دبي يعني يركض
شفته في دبي حسن؟ لا ما لا لانه يتخطر في الحصان صح. لا وارض الوثبه مو الارض لا لا اسمح لي دبي ارضها مو ما تساعد توم جوز لان الحصان يتخطر ويقولوا ما شفناه هم قالوا لا شفناه شفناه حتى في وينزر هم حصلوا اللجام خبرونا ان غيروا اللجام اللي فيه هذا اللجام شويه نوعا ما يقول لك ارفع راسه وهذا الدليل على ان السرعه الاخير اللي كان يركض فيها فالخيل كان يركض بثقه يعني والفارس حتى كان واثق في اداء الحصان طيب ممكن ما نتوه بس الكلام انت مين ترشح كمان نفسك تشوف مين في كاس ولي العهد في المهرجان والله انا اتمنى اشوف بطل جديد ما اتمنى اشوف من الخيول القديمه نبغى نشوف ولا بطل ولا حد نبغى نشوف بطل جديد عشان الباقيين يتشجعون يطلعون خيول جداد في حد بعت لي نتمنى نشوف الوافيه ممكن تسالي عمير الوافيه بيكون عندها فرصه تتواجد في المهرجان ان شاء الله بتكون موجوده في سباق اليمامه اذا الحفاظها وصلت ان شاء الله تكون موجوده ان شاء الله ممكن نحكي للناس لو سمحت ممكن ترجعوا بالكاميرا ترجعوا بالكاميرا لو سمحتوا شوف عمير حطوا الكاميرا على عمير عمير ممكن تحكي قصة الوافية عشان الناس نفسها تعرف احنا عاملين وافية والوافية اولا اختيار الاسم حلو ومنتظرين الوافية وبيكون اول سباق رسمي انت قادم فيه للمنافسة ولا للمشاركة لا المشاركة للمنافسة ان شاء الله للمنافسة الفرصة هي المنافسة. هتحكي قصة الوافية سماح الوافية لها قصة وسوت لنا العيد عيدين سماح الوافية هذه فرس أنا شفتها فيه في أوستن بارك شفتها كنا نمشي أنا وأخوي محمد سبوسي وشفت الفرس هذه وأقول لها محمد فرس هذه طيبة ولا تغفل عنكم من مشترى إلا تشترونها قال لي عمي ترى الفرس شريناها كانوا شارينها كانوا شارينها وكانت مأدية سباق على فوز ما أعرف على أي أساس مشروها وجاية للمشاركة فقط في السنبار أنا فكرة في هالريس اللي أنت جيت معانا وكان نعم. كل الناس بتتكلم على هالفرس عليك نور وسماح اللي شفناه في زاوية ثانية ورديت عد الكلام وكنت أمشي مع محمد قلت له نفس الكلام قلت له وكان ماسكنها واحد شخص ثاني هم حرمة اسمها سو وريلها واحد ما أعرف شو اسمه اسباني بقى. سو العرب هنا بريطانيا فأنا شفت الأول حرمة ماسكتها عقب شفت الريال فيوم شفت الريال ماسكنه اقول حق محمد بعد محمد هاي الفرس بعد فرس واي طيب قال لي يا عمير هاي نفسها قلت له محمد نفسها قال لي اي نفسها قال لي بشكل حشارينا قلت له تستاهلوا ويوم العيد العود الحمد لله احنا في كل عيد نسير نسلم على المعازيم الله يحفظهم ويطول في اعمارهم امين والصدفه انه التقيت في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الله يطول في عمره محمد براش في هذاك العيد ففي السلام أثناء السلام لما سلمت على الشيخ سلمت على الشيخ أنا وتعرفين زحمة ناس واستقبال عيد ومهنيين استقبال عيد فالسلام يكون رسمي فسلمت على الشيخ أنا لما مشيت مسكن الشيخ قال لي عمير الفرس مهداية حق الشيخ طحنون الله يطول فيه ما شاء الله أنا ما عرفت شو أي فرس ما عرفت شو الموضوع يعني كيف كان فلما خرجنا من القصر قصر شيوخ الله يطول في عمارهم روحنا فيان اتصال من محمد قال لي عمير تذكر الفرس تاي فرس قال لي الفرس اللي في كل زاويه تقول لازم تشتريها قلت له نعم قال هالشيوخ ارسلوه هديه حق الشيخ طحنون الله يطول في عمره فسبحان الله جت الفرس واستوى لها في زاويه جدا طيبه عندنا في الاسطبل واستوت اغلى خيل علينا وهذا شرف لنا وسمتوها الوافيه وسموها الشيوخ نعم الوافيه لانها هديه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد لا سيدي سمو الشيخ شو كانت وصية سمو الشيخ طحنون بن زايد حطها في عيونك حطها في عيونك اي نعم الحمد لله احنا مهتمين فيها وجبناها في السباقات التأهيلية لتوصل هذا السباق وتكون منافسة بشكل قوي ان شاء الله موفقين ان شاء الله ومنتظرينها رد على الوافية نشوف في القرية كان شو اراء الناس نفسهم يشوفوا مين في المهرجان من الخيول سواء يعني طبعا في اي اسطبل من الموجودين نفسهم يشوفوا مين في ايام المهرجان شوف اللقاءات اتوقع طارق خيل في 3 فاران صراحه حصان يمتاك في مشاركته صراحه طبعا من خيول الوثبه اللي احب اشوفهن يشاركن اللي هو 8 طبعا والفرس رغد اشتقنا لضاحي ضاحي حصان بطل وله حضور جدا قوي في وينزر وشفنا له السباق راح يكمل الحصان ضاحي انا صراحه ارشحه محمد قال لي انا بجيب ضاحي انا ارشح ضاحي بنشوفه بمهرجان ولي عهد ان شاء الله فران لسه تشوف فران هي اكيد بعد كاس ريس دون ان شاء الله
بنشوف ان شاء الله. النابولي صراحه تحب تشوفه شداد، تحب تشوفه في السباقات، يعيد سباقاته في خيول عند ام 7، تحب تشوفها يعني خيل ابطال، خيل ادت، تحب الفعل انه يوم فاز ما تنصدم وايد، تقول اوكي هذا خيل اوريدي بطل هو. طبعا بقول حق نفسي انا اول شيء الله يعيني طبعا، لان سباق صعب صراحه، واتمنى التوفيق لجميع المدربين صراحه، والله يوفقهم في هالمهرجان الطيب ان شاء الله. الله يعين كل المدربين، والله ان كل عليهم ضغوطات وكلهم يبون يسوون نتائج، ما في حد ما يبقى يطلع بنتيجه قرب الموسم ينتهي. يعني في مدربين الصراحه ما عندهم نتائج، ومن من 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 المدربين المعروفين، فاقول لهم كلهم الله يعينكم ان شاء الله والله يوفقكم ان شاء الله. كلنا باكر الجميع الله يعونهم. تعرفين انت باكر ريس قوي، الجو حار، يعني يمكن المرحله الثانيه بيبدا عامل الريكفري، يعمل فارق بين الاوائل. الله يعين باكر شو يعني بيسوي في الريس. والله ثلاثه، واحد منهم خليفه محمد واسماعيل، اكثر ثلاثه صراحه يعني محتاجين هذا الفوز. يعني في مسجات أرشح ضاحي من أم عايشة في العين، في أيضا يرشح اسطبلات دباوي تكون على المنصة مكان اسطبلات البوادي، في ترشيح آخر أم 7 بتكتسح المهرجان وبتفوز بريسين من المهرجان، F3 بيكون منافس قوي وضغوطات وايد على خليفة. على العموم محمد السبوسي جاهز في اتصال. مرحبا محمد. مرحبا استاذ، شو اخبارك محمد؟ خير الحمد لله، مسي على المشاهدين ومسي على اخواننا المحللين. تابعت الناس لما بيتكلموا عن ترشيحات المدربين نفسهم يشوفوا مين وتكلموا عن ضاحي؟ تابعت؟ اي نعم. ضاحي جاي الكاس الرئيسي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هبتدي سؤالي الاول للتشكيله اللي انت داخل فيها في سباق بكره علشان تحافظ على اللقب. والله نحن داخلين تقريبا ثلاث كيول اسماء جديده، وخير واحد منها يمكن معروف، ودائما مثل ما تعودتوا دائما تكون عندنا الاسماء ما ترشحونها انتوا كاسماء، لكن تأدي في السباقات. أصبحتوا في الفترة الأخيرة محمد موفقين أكثر مع الاكتشافات الجديدة، واضح في التشكيلة اللي موجودة أن أنتوا مرة ثانية بتحاولوا تكرروا نفس تجربة الوثبة وبرق الليان. والله هاي تعليمات تينا من سيدي صاحب الشيخ محمد، حاول نبرز أسماء جديدة والحمد لله توفقنا الحين من مهرجان الوثبة وبرق الليان والحمد لله. نبتدي ناخذ الاسئله من المحللين، كل واحد بيكون عنده سؤال، وببدا بعمير. تفضل عمير. مساء الخير يا ابو جاسم. مساك الله بالنور والسرور. ترى احنا ابويا ما يغفر عنا هالبرنامج، نتابع حصان حصان. لا لحظه لحظه، انا بقول له الوافيه جايه تنافس ضاحي. لا 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 تغلط. الوافيه تنافس الفرسان. الفرسان. راح انا بحطها معاه في 120. لا سمح، خليه هو في مشاكله فيه. اذا من عندك في الفرسات؟ يلا اضبط معاه، مين عندك في الفرسات؟ انا ما عندي شيء. ما عندك شيء في الفرسات؟ هاي فرسه يا سماح، هو المفروض يكون مشجع لي انا. اي المفروض يكون معاك يعني قلبا وقالبا. انت سامع عمير قال ايه؟ انا بشوف ان سبق عمير من أول محنين. الله يطول. الكيكة تكون عندنا، ها لو سبق عمير لا خلاص، لو الوافية من التوب 3 الكيكة عليك. تم، ما بالله الكيكة اللي يامر عليه أبو حمد. خلاص تم. يلا سألوا عمير. أبو جاسم شو تتوقع حظوظك في الراهب؟ والله أبو حمد أنا راهب حصان طيب، بس رشيت غريب كوليك وكانت نتائجه طيبة في غريب كوليك. صحيح. وأداء طيب، فمتوقع له حظوظ قوي باجي. الله يوفقك. مستمرين على الله، احنا طال عمرك ناخذ تعليماتنا من سيدي صاحب الشيخ محمد. الله يطول عمرك. ومثل ما قال سيدي صاحب الشيخ محمد متابع في امور التغذيه، متابع في امور الاستثمارين، فان
ان شاء الله باذن الله يكون رافض بين الخيول اللي تقدر تنافس بكره. الله يملا يوفقك في السباق ان شاء الله. محمد سبوسي شيخ وراشد دير وياك. مرحبا. انا والله تبى الصدق بديت من بعد ما شفت العفريت اخر ريس وشفت طارق بديت اشوف التجارب على تطور اكثر. فبديت استشعر الخيل اللي تدخلونه كل خيل فيه بطل بدون مجامله في المسفن على فكره، بس انا بديت استشعر بالتجارب اللي هو على ان بنى اسطبل، ان بنى اسطبل تجارب بدات تستوضح الرؤيه. فانا خلني اقول لك، لا ترد بعدين على الجماعه، انا اعتقد بدات الخيل اللي تشوفه تسوي الافرج 20، الخيول اللي تسوي افرج 20 وال19 في السباقات اللي تمر عليها احسبها هي اللي تكون اقوى خيل في المنافسه. فانا والله اخوي راشد بخصوص التجارب و والأداء اللي أدتها الخيل في سواء كانت قرية سيح سلامة أو قرية مريبة أو قرية الودب، نقدر نقول إحنا تجارب ناجحة، لكن ما نقدر نقول إن نوقف عن التجارب. فهذه تعودنا من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، كل يوم في تجربة جديدة، كل يوم في تحدي جديد، وصدقني هذا ما بتكون النقطة الأخيرة لنا. سيدي صاحب سمو الشيخ محمد فكرته بعيدة ونظرته بعيدة، فأكيد نحن نازلنا في طور التجارب وبنحاول نسوي اللي علينا إن شاء الله وزيادة. بس محمد ترى في كاسين رئيسيات راحن عنكم كاسطابل مسفن اللي هو نقول نحن على الترتيب العام هو الأول على اسطابلات الدولة، كاس صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وكاس سيدي رئيس الدولة. فأنت اليوم إن شاء الله الثالثة ثابتة على ما أعتقد اللي هو كاس سيدي سمو الشيخ حمدان. بتنكد علي ليه؟ بتنكد عليه وتفكر لا لا أنا نحن ترى لا نحن نشوفه هو ما دام هو اسطبل عملاق لابد أن الجمهور يحاسب. صح. ها يطالب الجمهور. الجمهور يعرف أخوي راشد كاس سيدي صح سمو الشيخ محمد راح اسطبلات أمارم واسطبلات أمارم ومسفن تحت مظلة وحدة، وأما كاس رئيس الدولة راح اسطبلات الوحدة ومنصور بن زايد يستاهل هالناموس يستاهل الكاس. لكن مثل ما قلت لك نحن بالنا طويل ونظرتنا بعيدة، ولا تنسى أنت اسطبلات مسفن من تأسس تونا يمكن نكمل سنتين حققنا بطولة العالم. صحيح. نظرتنا بعيدة أخوي راشد، نحن الأمور اللي نمر فيها لازم نتعداها ونشوف قدام. وهذا رجعنا فيكم يا محمد، والله يوفقكم إن شاء الله. وانا عندي في حصان واحد من ضمن خيولكم. لا لا, لا 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 واحد في حصان من ضمن خيولكم بقوله في نهايه الحلقه ان شاء الله، وهذا اللي بيسبق. خلاص انت بتسمع الترشيحات في النهايه محمد. الدكتور خالد بجسي مسك بالخير. دكتور خالد معاك. مساء النور دكتور خالد، اليوم انت اللي منور الحلقه. الله يحفظك. نور نورك. سلام يا سلام يا ريال ليتات اللي فوق يا صديق بضاعة زينه. بجسي بسالك صميم من 2016 اخر راكض عنده؟ ايه. ليش؟ لا لا طال عمرك اخر اشتراك له حصل على المركز الاول في ظريف سيح السلام. من بعد فوز الحصان ما كان 100%، بس السنه هاي قيض معنا في اوروبا وردينا قيضناه اشتغلنا معاه في دبي. الحصان كان دائما متواجد في السباقات، لكن من ضمن الخير اللي ما تشارك شاركة رسمية كانت الخيل اللي تسير في مفحام مرة الخيل، يعني الخيل اللي تسرح بدون الغام. بس أنا ما أريد تتفق وياي تختلف وياي بسام، إن كان مفروض على صميم إنه يؤدي سباق قبل سباق مثل كأس ولي العهد للأنسات أو للسيدات، ما كان مفروض تجربه في سباق قبل الدخلة للسباق ذي، أو هو أنت مدخلة هذا السباق حق شيء في المستقبل عينك عليه ونزور مثلا؟ صح ممكن. صح ونزور مثلا ها صميم ان شاء الله باكر داخل عشان يحقق الفوز. اما نحن انا وحد لي الصوره اللي بيوصلها الدكتور خالد، في خيل تحتاج مشاركه قبل وفي خيل ما تحتاج مشاركه، من اول مشاركه تثبت وجودها، وصميم هاي النوعيه.
انا لان بس اللي اثارني لان السنه طويله من 2016 17 موسم كامل واقف، وال18 نص موسم، موسم ونص تقريبا واقف، فلما دخل في حصان صميم في هذا الوضع يعني اتمنى ان شاء الله يتوفق باكر، لانه ادى سوى 27 قبل في 2016. رزام سوى في اكتوبر بعد، يعني رزام تاخر في او رازم تاخر في دخوله الى اجواء المنافسه من 2017 في اكتوبر، مع انه متاح له اول موسم شارك، كان شارك الموسم بعدين ما شاركت في بوجسيم. اخوي دكتور خالد، يمكن انت تعرف الامور اللي احنا مشي عليها في طبلة امس، احنا عندنا مجموعه خيل رسم تشارك عندنا طوال الموسم هاي، ما دام رزام عدالي اول موسم في افتتاح قريه سلاح السلام حصل على المركز الثالث، مو مجبور اني انا اشارك في كل سباق واضغط ويتعثر عليه الحصان وينتهي موسم، لا بالعكس، احنا خلاص ركننا الحصان على زاويه حاولنا نبرز غيرها، وهذا اللي احنا سويناه الموسم وظهرناه. يعني بعطيك مثال، صار لك سنتين ما شارك رجع للمشاركه اخذ المركز الاول، هالشيء ما يمنع، هذا شيء تكتيك من سيدي صاحب الشيخ محمد والتعليمات اللي دائما يباشر بها، وبالعكس حتى السياسه اللي يمشي بها سيدي صاحب الشيخ محمد ماشيين عليها وناجحين عليها. طبعا الله يوفقكم انتوا، طبعا شهادتي فيك مجروحه وفي سمو الشيخ محمد بن راشد مجروحه، في انه يظهر من يعني شواهد كثيره مرت علينا الخيل ما كانت لها اداءات تاريخ اللي هو يعزز دورها، فجاه تلاقيها في منصه التتويج في اداء ولا اروع. الله يوفقك محمد ويوفق سمو الشيخ محمد. حسن، انا صراحه امسي عليك ابو جاسم بالخير، وصراحه اتمنى اشوف راهب يدي، لان راهب انا في بالي انه بس مو بالرئيس هذا راهب، نتمنى ان شاء الله حتى في بطوله العالم. نمسي عليك بالنور والسرور اخوي حسام، وان شاء الله لكل هذا الحديث نحن لا لا محمد، ان الحصان تعرف الحصان شفناه، يعني الحصان الله يبارك، حصان تف شفناه في بوذي بركض مركاضين، وحصان اللي يميز راهب عن باقي الخيل الله يبارك حصان ريكفري جدا ممتاز عند هالحصان، وحصان في اول موسم يؤدي لك هني في خص ارضيه ابو ذيب وانت تعرفونها على حسب المسارات الطبيعيه، يعني هذا الخيل اتوقع اللي يظهر من الارضيه هناك ويظهر من السباقات ويؤدي سباق سباقين، هذا خيل ابشر بالخير منه، وان شاء الله ان نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. نحن اول شيء نتامل الخير ان شاء الله السباق الغد، ونتمنى التوفيق لاصطبلات ام 7 وجميع المشاركين، وباذن الله ان كان الحصان توفق باكر الحمد لله اي نعمه من الله، والحصان واذا الحصان ما ادى الاداء اللي نحن ننتظره السباقات جايه، وان شاء الله. في سؤال جاي لك من السعودية محمد، في حصان عند السبوسي طالع من السعودية اسمه غجاني. من الحلقة اللي طافت نفس السؤال. بعيد نفس السؤال بس هو عايزك ترد على السؤال. غجاني غجاني. اي نعم لا لا صدقه اسمه غجاني. هالحصان يمكن اهل السعودية يعرفون عنه حصان صغير في السن. الحصان ان شاء الله تحت التأسيس وان شاء الله حصل له فرصة. بتكون المشاركة رسمية في السعودية. معلش في أسئلة كتيرة جاية بس أنا هختار بس سؤال أخير، شو أكثر ريس بتكون مضغوط فيه من اسطبلات يعني الأخرى اسطبل ام 7؟ نحن طال عمرك ما بنعيش ضغوطات في السباقات، نحن بنستانس في المهرجان كله، الخيل جاهزة سوينا اللي علينا والباقي على الله، نحن في وقت مو لازم نتحملنا في ضغوطات، نحن جايين نستانس ونطمش ونصيب ان شاء الله. شكرا شكرا لك محمد، موفقة طبعا بالتأكيد اسطبلات ام 7. حضروا لي اتصال ايضا مع خليفة غانم، سمعنا طبعا التصريحات اللي صادرة عن ام 7، تحسوا مين اكثر مدرب؟ أنا اعتقد محمد سبوسي وضح الرؤية كاملة، يعني دائما مثل ما يذكر اخونا محمد ان توجيهات دائما تمصائل السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، واختياره للسباق وللخيل كذلك في نفس الوقت.
وهذا يعني يدل على الفريق كامل ومتكامل تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. طبعا محمد السبوسي يقدم الصورة الواضحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد ان الخيل هذا وضعه كذا وضعه كذا، ويقوم الشيخ بتوليفة الخيل وتوزيع على السباقات، وهذا شيء جميل. عارفة كيف وصلنا مسج خاص بالجوائز ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، نود إعلامكم بأن بمكرمة من سمو الشيخ ولي عهد دبي نعلن عن جوائز سباق السيدات غدا، وسوف تكون على النحو التالي: سيارات لأصحاب المراكز العشر الأولى بالإضافة لجوائز نقدية من المركز الحادي عشر وحتى المركز السبعين. نفس الجوائز كاس سيدي صاحب سمو الشيخ. طبعا بالتاكيد نشكر يعني سمو الشيخ حمدان بن محمد. نعم 83 جائزة بين المركز ال 80 يعني اكثر. لا لا ليش 70؟ لا مع 10 في الاول وبعدين 70 صح. ايوه 80 نشكر بالتاكيد سمو الشيخ حمدان بن محمد على هذه المكرمة التي تعم الجميع فرحا طبعا بأيام السباقات. مكرمة جدا سخية سماح، ولا شيء مستغرب من سيدي سمو الشيخ حمدان محمد، خصوصا أن المهرجان هذا من ولد المهرجان، وهو ولد بضخامه ولد بجوائز قيمة ودائما ما يكون. وهذا الشيء شوفي سماح، اليوم أنت الحين أعلنوا عن الجوائز هاي في سباق البنات، في سباق المواطنين أتوقع أن إن شاء الله بيكون شيء أكثر، وأكبر عدد خيل بتشوفونها دخلت في سباق ورا باكر اللي هو سباق الاسطبلات الخاصة. الاسطبلات الخاصة يعني الحين إذا يعني شفنا متشوقين للسباقات الاسطبلات الخاصة فعلا يعني صح؟ الصراحة بعد السباق الأخير والأداء الصراحة يمكن السنة يمكن العالم يعني ما حصلت على جوائز صح. مهرجانين اللي هو كاس الشيخ محمد وكاس ولي العهد للعالم، ومش كل استفاد بالتسعيرة بالعالم بلهفة تريان. سباق التسعيرة يعني مش الكل يقدر يدخل فيه أصلا، لكن السباقات هذه السباقات هي سباقات في الأساس هي دعم ومكرمة. أنا أعتقد أنا أعتقد مش الكل بيستفيد صح. أنا خليني أتكلم في ما دام فتحتوا مال جوائز، يعني مثل ما قال أخوي حسن بركان المواطنين، أنا خلينا شوي نقول عن المواطنين. أصحاب اسمه يعني صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد دعمهم في سباق سيدي كاس رئيس كاس الشيخ محمد بن راشد السنة اللي طافت اللي خلص اللجنة عملت لين 70 ولا وعملت نزلت الأسعار أكثر يعني. فدائما المشكلة مو مشكلة أنك أنت توصل خيلك للسبعين أو أنك أنت بتجيب يعني بتجيب هالحلال بتودي للسبعين، أنت لما ما توصل للسبعين كل الناس يعني تقريبا 375 خيل في كاس في كاس في كاس السيد صاحب الشيخ محمد بن راشد كلهم ينافسون على رقم 70. بس سماح عفوا في توضيح عن الجائزه كم قيمتها؟ لا زين يعني لحظه بركان، نقطه جوهريه مهمه هاي. فبعد ما خلص المهرجان نجلس مع الشباب واخواننا واللي بين اتصالات يقولون نحن تعال نحن اوكي لين 70 لان في اسطبلات ما رمت توصل لين 70. انا اقول لك يا بصراحه قال ضغطنا على الخيل وقامت تليم قامت تيالي، فاستوى عندهم نوع ما احباط واستوى عندهم نوع ما ان يقول لك خلاص انا بجهز لين 70 انا اذا ما لانك انت بتشوف لو بتحسب 375 خيل دشت تنافس لين 70 خلينا نقول يعني 40 خيل ينافس قدام يعني 300 وشيء ينافس لين 70. فوضع اللجنه تحط المشاركين المواطنين في وضعه افتحوا شوي لين 100 على اقل تقدير 150 بتخف انت الجائزه الى 50 انت حط لين 150 يعني انت طالب طريقه اخرى في توزيع الجوائز نفس المبلغ بس يتوزع بطريقه ثانيه. نعم شوف مثلا نحن العام قالوا حاطين مبلغ معين، المبلغ هذا توزع على السباق كامل. يا اخي كاس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد كم واحد مخلص؟ 112 117 خيل يا جماعه خلونكم منطقيين شويه. اليوم انت بتيجي تحط لي ال 70 يا اخي اسطبلات شو كذا انت تشوف انك تحط لهم 70 هذا اسطبل الشيخ لان اسطبل الشيخ هذا مدعوم من شيخ ومن من 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 الاي تو زد لكن مجان. المواطنين حاله اخرى يعني مش هم مو بيجين مواطنين على اساس انه ياخذون الشغله على قولة انه يعني نحن بنخدع اللجنه على اساس او بنخدع العالم على اساس انه يبخيلنا ونشارك ونحصل جوائز. هو انا ما بصفتي اني اتكلم عنهم بس هذا الوضع اللي شفناه
واللي تلمسناه من اخواننا. بس هذا الشيء سماح الجوائز العام، احنا خلينا نتكلم عن الجوائز بشكل خاص العام. العام الجوائز مش الا في سباق مهرجانات بس في مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد وولي العهد، كانت اكثر. شفنا سباق الشهيد كان اللي يخلص جائزه، كان صح. اول سباق افتتاحيه الموسم كان اللي يخلص، فكان كل سباق، السباق ال 119 كيلو كان اللي يخلص الشارع، وكانت شارع يعني صخيه، يعني جائزه 100,000 درهم اللي يخلص. فكانت هاي السبب رئيسي ان شفنا عدد خيل العالم تطورت، شفنا عدد خيل، شفنا خيول جديده جت، العالم اشتروا خيل، العالم طور من نفسهم. نحن الحين انا بسالك سؤال حسن، انا اكلمك انت كمشارك مواطن، ما يعني ما نخص في الاخر، وانا اكلمك عن نفسي بعد. اذا انا عندي خيل وخلصت مثلا في 70 وحصلنا الله لك الحمد والشكر 50,000، انا 50,000 شو تجيب لي من الخيل هاي؟ انا شو بشتري من الخيل؟ عقل تقدير. شحن الخيل من اوروبا سلو موجود، شحن الخيل بروحه يكلفك فوق ال 10,000 يورو يا جماعه. هو اشارات، شوف 40,000 الى 45. خلنا بكلم الدكتور خالد. نعم. انا بقلنا ما دام فتحنا موضوع، خلنا نتكلم على الواقع المرير اللي تعيشه. اذا انت اليوم لجنه كاس سيدي صاحب السويخ محمد حاطه جوائز ل 70 وتشتري موبايلات حق الصبرات هاي كلها توزعها على الايفون، زين لا تشتري موبايلات، وزع جوائز حق الناس اللي محتاجه واللي على اساس انها هي تطور نفسها. نحن وضعنا، انا اقول مين وزع جوائز ايفون؟ اللجنه وزعت الجوائز ايفون. زين كم قيمه الجوائز اللي وزعتوها على المدربين انتوا ليش توزعون موبايلات؟ فانت اذا ما بحمل، انت تجيب لي مثلا ناس، تجيب لي ناس من برا الدوله وتسوي لي مهرجان شقد كبر احتفالية، هذا يشرفنا احنا، اوكي ما في مشكله، بس تصير تنقص في الجوائز، هذا اكبر غلط. ما دام نحن بدينا في السنوات الماضيه على نفس الرتم، وانا اعتقد اقول لكم شيء يا جماعه، الجوائز الفتره اللي طافت ترى مش نفس الجوائز على ما اعتقد، بس انها قامت اللجنه في 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 توزيعها في امور ثانيه، وهذا خطا يا جماعه. لا محمد ما اعتقد، يعني انا اشوف يعني لو ارجع لمحور الجوائز، هو محور الجوائز مهم لانه هو الداعم الاساسي والمغذي للاسطبلات المحليه، الاصحاب الاسطبلات الخاصه. اليوم اذا انت تبي تنجح رياضه يا سماح، يجب ان تكون هناك تدعمها ماديا. انت ما تدعم الاسطبلات الخاصه بالشيوخ، الله يطول بعمر شيوخ داعمين اسطبلاتهم وهم ناهضين بها، ما ينتظر المغاوير او الام ام او الام7 ينتظر الشارة، ما هم محتاجها اليوم، الاسطبلات الخاصه محتاجتها. فاليوم لما يكون عندي دعم مالي اليوم باكر او النيكاس اللي امامه او خلافه او الكاس ولي العهد، اليوم المشاركات للاسطبلات الخاصه كيف عددها؟ محدود، يمكن ما تشارك لان في اسطبال يخصهم. فلو ركزت شاراتي وجوائزي في الاسطبلات الخاصه والاسطبلات اللي فيه مشاركات من الاسطبلات الخاصه، اعتقد بتنعكس انعكاس ايجابي على اداء انت ليش تصير بعيد؟ انتم في البحرين كيف جوائزكم في البحرين؟ احنا عندنا اسطبلات، لا احنا عندنا نشارك في الاسطبلات الخاصه بس الجوائز تعهد الى جوائز الخاصة، الاسطبلات الخاصة حتى لو في اسطبلات رئيسية، حتى في سباقات رئيسية. هذا الاسطبلات الشيوخ ما لها جوائز، يعني الشيخ ناصر الله حفظه ارتأى ان كل الجوائز ترفع الى الاسطبلات الخاصة المشاركة. انت اليوم ما انت بحاجة، الاسطبل الخاص ما انت بحاجة، الاسطبل الشيوخ ما انت بحاجة للشارع. الشارع لو ترجع للاسطبل الخاص بيشتري خيل، مثل مباراة كان بيبله خيل وانت بتجيب لك خيل، واليوم اللي احنا شفنا باكر قد 700 حصان باكر تقريبا. ليش؟ لان العام كانت الشارات مزينه، لان العام كانت مميزه الشارات. انا اقول لك شيء دكتور، انا اقول لك يا بصريح العباره، انا اعتقد والله العالم ان الشارة اللي كنا ناخذها قبل نفس المبلغ تراه، بس انتقص من المبلغ في امور ثانيه. وانا اقول لك يا واجزم على الشيء هذا، ليش؟ لأنك أنت مستحيل، يعني مش من المنطق بتحط لي لين 70، بتحط لي من 30 لين 70 50,000. يا أخي إذا أنت تبغى تحط 50,000 من 70، تحط من 11 لين 120 لين 150 50,000، شو المشكلة؟ إذا أنت تبغى تحط 50,000، أنت معودني على شيء وترد تنقص عليه في شيء، ترى الميزانية واحدة. يعني خلنا نقول على سبيل المثال، يمكن الميزانية لحظة، يعني ممكن الميزانية ممكن تكون 10 مليون، على سبيل خلنا نقول 10 مليون، أوكي قسم 10 مليون على المشاركين يا أخي أقل تقدير. فأنت لا تنتقص من 10 مليون نسيت تشتري لي سيارة قيمتها 700,000 800,000 تحطها حق الأول، ويك اللي راكب 70 50,000 حسب أن خيله 75. يا أخي أنا بسألت سؤال، أفضل خيول اللي تركض الحين في المسافر من وين طالعة؟ مستوطنات المواطنين. سلام عليك. فأنت اللي أنا إذا أنا عندي مواطن شاري خير من برا وشاركته في هذا، نحن ترى شوف نحن ما أتكلم عن بصورة يعني أني أنا أتكلم عن الناس، أنا أتكلمش بالوضع اللي أنا أشوفه بعيني.
خير تيبه من برا يا جماعه، تيبه بتدفع فيه ب 160 170 الف، وهذا يعرف حسن ركان اكثر واحد ممكن هو يشتري خيل من غير اخوان الثانيين. تيبه 160 الى 170 الف مع الشحنه، معقول انت بتسرع فيه بتصير بيس 23 24؟ مستحيل يا اخي، اول موسم مستحيل يا جماعه، خلونا نكون واقعيين. فانت اليوم بتشتري الخيل، بتشتري خيل يستاهل عمل 50 الف، شو بتشتري لك هذه خيل؟ شو هي سالفه التاكسي راشد؟ غير هذا كله، غير هذا كله، الله يطول في اعمارهم معاذيم، مو مقصرين، مو مقصرين. انت لاحظ احنا نطلع من رياضتنا هاي، لاحظ رياضه الركاب سباقات الهدم، اضافوا لهم ما شاء الله السنه الله يطول اعمار الشيوخ، اضافوا لهم مهرجان ولي العهد. شوفوا شو الجوائز اللي حطوا لهم، كم شوط كم سياره يا رجال، المهرجان الواحد مش اقل عن 250 سياره. انا عندي، خلينا نتكلم، احنا عندنا اربع رئيسيات، نحن اللي عندنا هو اللي باكر والعاميه والفرسه. انا بيكلموني بيقولوا لي ان ختام الوثبه كان 145 مليون درهم قيمه توتال جوائز، الجوائز الهجن اكثر. نعم 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 ما شاء الله. ليش انا بس الجوائز هاي وين بتسيطر؟ انا بتتم في البلاد، بتتم عند المواطن، بيصير بياكل عياله وبيشتري خيل وبياكل خيله وبيصير بيطور من نفسه وبيطور من نفسه. في مسجات كلام راشد مليون بالمية صح، اتمنى اللجان ينظرون في الجوائز لان بهاي الطريقة ما حد يستفيد ابدا، على الاقل يكون بس في المهرجانات الرئيسية، وهم ثلاث مهرجانات في الموسم. كمان في مسج اقامة حفلات العشاء والمصاريف والالعاب النارية تيجي في النهاية على حساب الجوائز، نتمنى من اللجان عدم التبذير في العشاء وما ادري شو. ترى ليش هذين الناس غيورين؟ انا هذين الناس غيورين على المصلحه. ليش مغيروا على المصلحه؟ لان عارف ان اليوم هذا ال 10,000 اللي بيصرفها يا جماعه على خيله او على اسطبله، هي ترى ما يعني ما بتسوي له شيء، بس بيصرفها على اسطبله. يا جماعه انت الريس اللي طاف بس تشتري موبايلات ايفون، ليش تشتري ايفون حق المدربين؟ انت مدرب يعني محتاج؟ منو محتاج؟ يعني ولد عمري 11 سنه عنده ايفون. يا جماعه ليش الواحد ياخذ، خلونا ناخذ شوي الواقع ونشوف المنطق كيف. ما خذوا من انتقصوا، اذا انا اقول انتقصوا من الجوائز، خذوا موبايلات نقصوها من المواطنين. ما يصير يوزعوا فيه موبايلات. رسك سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد. انا مشارك، ما حصل شيء. ما حصل، لا انت شعرك اشقر هو. انا مشارك. وزعوا على العالم كله، المدربين كله وزعوا، المدربين الشيوخ كلهم وزعوا. انا اسمي مسجل مدرب. لا في المواطنين ما حصل مواطنين، بس مدربين الشيوخ كلهم حصلوا. مدربين الشيوخ والقائمين 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 اللي وصل السعر 70. انت شفت بعينك؟ أنا لا لا انت شفت عميل؟ جالك جالك موبايل. كل المدربين يعني على ابو حتى نحن انا حاسديننا على التلفون اوذ باللازم شارك عندهم. انا لا لا نحن حسن لا نحن سمع بلوتوث، نحن ما ناخذ الموضوع على موضوع. خلينا نتفائل راشد، لربما يحدث. انا ليش نحن متفائلين؟ ما دام موجود اكبر غام عندنا سيدي صاحب اسمه الشيخ خلاص محمد، خلاص هاي اكبر جائزه اليوم. سماح اليوم انت منبرج، هو منبر يسمع له سمو متنفس محمد وسمو الشيخ حمدان، وبالتالي هذه رساله وامانه انك تنقلين الى اصحاب متخذين القرار. اليوم متخذين القرار من هذا مهرجان سمو الشيخ حمدان، خلينا نلخص الكلام. فبالتالي الشيخ حمدان هو لما توصل له يعني رغبتك ورؤيتك في هذا الجانب، انا متاكد ان سمو الشيخ حمدان ما يبخل على اخوانه ولا فرسان ولا 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 عياله، وخير مسابج اصلا، وخير مسابج يعطون خيل. فبالتالي لما يكون المهرجان بالسباق الاسطبلات الخاصه، اتمنى ان اليوم احنا مثل ما قلت لي لا نسق بالاحداث، انه يكون يشمل حتى لاخر واحد يخلص. 700 حصان اذا قال لي براكان اليوم وانت بتحط لي 70، يعني انت تتكلم عن 10% فقط من اللي بيستفيد. كلهم بيصيروا على 70. لا بشرك بعد. طب انا عندي فكره دكتور خالد، انت عندك يعني فكره في النواحي التنظيميه، لو انت بتوزع الجوائز وعندك 10 سيارات كنت تعمل ايه؟ يمكن في ميزانيه هم محكومين فيها، كنت تعمل ايه؟ اذا شوي انت سماح بايش على موضوع الجوائز ان شاء الله في فتره القوانين. طيب فكر بس فكر فيها. لا لا ما فكر فيها، اعطيك اياها. انا غير اعطيه مراحل، اوزعها حتى على المراحل، اللي ينجز مرحله له نسبه، لا يطق لي من يضارب لي من مكان بعيد ويستبعد في مرحله او كمل مرحله وما كمل مرحلتين وما يطلع، يعني على الاقل ياخذ له نسبه. باكر ان شاء الله اتمنى منك انت يعني ان ترسلين كاميرا
خلف الكواليس، روحي برا القريه شوفي حاله الناس كيف جايبه خيرها. نعم ايام الاصطبات الخاصه. ايوه وروحي شوفيهم كيف يبيتون عمالهم، وروحي شوفي كيف الناس بكره حنعمل كذا. ايه روحي شوفي كيف وسالي كل واحد وخذي الجواب من سمك. وليش ما تروحين صدقه؟ بس شوفي بقول شيء بالنسبه لي انا وبالنسبه لحصاركه، خلينا نقول نحن كمواطنين موجودين يعني في الاسطبلات العاميه، شوف نحن وضعنا ما بيتاثر مثلا حطوا شوارد زياده ولا ما حطوها، لكن ما دام قال الدكتور خالد منبر شنتي منبر توصلين الرساله للسيد اسمه الشيخ حمدان بن محمد، سيسوي سيد صاحب اسمه الشيخ محمد كذلك الموجود السباق في دبي، لازم توصل رساله. انت يوم يا لجنه منظمه تشتري موبايلات، اذا انت تقدر تشتري موبايلات ايفون ليش ما تنتقص من الموبايلات وتوزع جوائز؟ يعني الحل بسيط، يمكن بشروهم يمكن اعطوهم دعم. نعم. رعاية يمكن عطوا رعاية يا أخي. ما يمكن بشرة. لا لا ليش يعني الجوة. أنت 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 بتشتري بخاطر واحد موبايل يعني؟ تشتري خاطر واحد موبايل يعني أو ترضي موبايل؟ يوم بشتري للسيارة بعطيه، باخذ من جايز السيارة بعطيه. أبرز ظاهرة اليوم عند راشد قصة الموبايل. أنا والله أقول لك يا بصراحة أقسم بالله أنا كلمت قدامك وقدام المشاهدين الكرام أني قبل أي السنين كم يعني مو قبل يعني اليوم في نفس اليوم من كذا يوم ان كل الناس تتكلم على الجوائز وانا كنت اخجل اتكلم اخجل، لكن يوم شفت اليوم شور لين 70 عرفت ان هذا السيناريو بيتكرر بكره. خلينا نشوف تفاعل خير، نعتقد يعني حالة المواطنين غير حالة الصبلات الشيوخ، خلينا نتفاعل خير. عموما حاولنا نتصل باسماعيل مارد، حاولنا نتصل بخليفة مارد، يعني ما عليه مش مشكلة، يمكن مشغولين أو حفزانين أو أي شيء. نتكلم عن MRM وموقعها في هالسباق، MRM الصبل الوحيد اللي العام الماضي ما طلع على المنصة. هل عليه ضغوطات ولا هو عوضها بكأس الشيخ محمد وفوزه في سباقين بكأس الشيخ محمد؟ إيه رأيك عميل؟ أو ممكن بوجود نابولي والأسماء اللي رايحة للسباق الرئيسي ممكن ما يركز في سباق البنات. ما أتوقع إسماعيل محمد يفوت سباق، بيكون له حضور أتوقع في كل سباق، هو جايب الحصان اللي هو استرادة الفرس أتوقع هذه آخر اشتراك لها كان في بعد 2016 شهر 10 حصلت على المركز الثالث وهي توقع يعني أنا أشوفه هو هي المرشحة، أتوقع هو لها يعني بما أن الفرس لها ماضي طيب اتوقع انهم هي انها تكون منافسه في سباق باشر. كل حد داخل تقريبا سماح بعد ثمان خيول تسعة. فكل واحد يحاول اكيد انها يحاول دائما. وامارم دائما احنا نقول امارم بما حضر يعني خيلهم دائما ما تكون تأدي وخيلهم دائما ما تكون موجوده. لو انا هتخيل ان اسماعيل كان معانا وفي سؤال في بال كل واحد فيكم لاسماعيل يكون ايه حسن سؤالك لاسماعيل؟ بقول له ليش ما خليت روزر بارك حق هذا الركض؟ الراحة ما تصدق الراحة يعني الإجبارية اللي عليه من بعد كأس الدولة من بعد كأس الرئيس الدولة. لا يرد في نعم كأس الدربين. نعم أنا لا كأس كنت تتمنى أنه هو كان يأجل سباقه الأخير ويجيبه لهالريس كان بيكون مضمون يعني؟ لا يعني شوفي لا هو خلينا نقول نقول الخط دمنه من كأس رئيس الدولة ما يدخل نعم المتوبولك نعم هذا لأن كأس رئيس الدولة أدى أداء جدا ممتاز روزر بارك كأول ما أداء في المسافة هاي في 160 شفنا أداءه يعني للمرحلة قبل الأخير والحصان أداء من أحسن ما يكون ريكفري سير باور فأعتقد لا بالعكس إسماعيل يعني الحصان كان أداءه جدا ممتاز في سباق كأس رئيس الدولة. ها دكتور خالد أنا ما بسأل إسماعيل ليش اللي عندك إيش ما أنا يا سماح لا تغفلين أو يعني الجمهور المشاهد لا يغفل إن MRM نشأ تحت مظلة من سمو الشيخ محمد بن راشد صح. فاليوم مظلت سمو الشيخ محمد بن راشد عامر. استراتيجي عامرة فبيظهر يعني رغم اللي أنا شفته من التسعة الجياد اللي مشارك فيها إسماعيل يمكن ما هناك شيء يلفت النظر لكن دائما ما يفاجئنا إسماعيل بفكر سمو الشيخ محمد بن راشد اللي هو نابع من MRM اللي هو اللي كان مفرخ حتى للM7 اليوم قلنا M7 يظهر بتجارب لكن MRM هو الأصل فبالتالي اسماعيل سيكون موجود وحاضر في هذا السباق. سؤالك لاسماعيل راشد لو فيه شيء بيدور في بالك. اسماعيل مثل ما ذكر اخواني ان الخيل ما شفنا الخيل اللي يعني الخيل اللي استشعرت منها اللي بتنافس بس اسماعيل دائما عنده مفاجآت. ما يفاجئك بكره لو كان على المنصه بالمركز الاول؟ اعتقد لا تستبعدين لا تستبعدين نعم في المركز الاول استبعدين اسماعيل عنده الشردل هذا دائما نحن نروح على الشردل ان هل الريكفري مال قوي يعني ماخذين عليها نحن وتو المهرجان من باجي يعني وبعدين اسماعيل إيه. اسماعيل شوفي اذا نحن مثل ما ذكرنا في المسافه الخيول يداد يمكن يعطينك في مفاجاه لكن اسماعيل خيوله واضحه
اللي سيسبق عنده واضحة. يمكن أكثر العالم الخيل اللي تسبق عنده واضحة. أكثر العالم يتكلمون أن إسماعيل بيكون بيجيب نابولي وبيجيب نابي في كأس ولي العهد السباق الكبير. فأعتقد إسماعيل إذا هذه الاسمين حضرًا عنده وحضرًا ركض بيكون حظوظه جدًا قوية. بس ما يفقد تركيزه. أنا ما اختلف وياك يعني بيب اليوم إحنا ما نركز. بس يعني دكتور هي عتوزي. ما عندي سباق عندي تسعة روس ما فقد تركيزي بس إنه مجرد أدج بالعدد الخير. مش هاي لا مو ما يقدر دكتور تقول هالكلام عليه استبل مثل استبل أمارم أنه يدز بس خير ويفقد تركيزه لا. لا عند العدد عند الكرو عند الستاف الكامل اللي يقدر إنه ما يفقد. من كذي أقول لك أنا. دائما العدد هذا اسماعيل يدخل بالعدد هذا واكثر دائما في كل السباقات وتقال التواجد يعني هاي مش في مسجات بس معلش اقراها بسرعه. احب اشكر المحللين على هاي البادره اللي تكلموا فيها بخصوص الجوائز هم اكثر ناس حاسين بمعاناه المواطنين بيشكروكم شكرا على الاحساس بالمعاناه. مساكم الله بالخير مساك الله بالنور. الدربي يباله حلقه روحه ما شاء الله عليه وايد متحدث. ممكن تتكلموا عن موضوع لماذا تصمم اللجان على تاخير الاعلان عن الجوائز حق هذا محور دائما اثرنا احنا في السابق نقول ليش الجوائز تعلن ليله سباق يمكن لين ما ياخذ الموافقه زين ما هو موجود صاحب السمو قبل موجود قبل ما هو مسافر يعني ليش ما تعلن لان مثل ما قال لك دربي اليوم انا ارتب برنامجي على حسب الجوائز هذه ما يصير تفاجئني ليله سباق نحن دكتور خالد مفاجاه ساره يعني مفاجاه ساره الله سبحانه وتعالى نحن في نعمه في دعم اصحاب السمو الشيوخ نحن في نعمه لكن هذه النعمه طال عمرك في ناس تسيء لها ولو متزول عنا بنحس فيها انا اقول لك يا بصراحه انت اليوم بتعلن عن جوائز وبتعلن عن نظام السباق اللي عندك يا اخي راشد دربي بيشارك وهو لا يشارك ممكن اذا 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 خيله بيشوفه بيشارك مثلا على سبيل المثال اللجنه ارتاحت حصلت الى 20 لين 20 جوائز انا اقدر خيلي لين 20 بقول لك شيء سماح يمكن اكثر شيء كان همنا وكان الحشر المستوي عليه في الاسطبلات الخاصه توقيت السباق غلط اي صح بعتين لي مسجات الخاصة الناس عندها اختبارات هلا وسلامات خاصة يعني اكثر رايدريه عندك طلاب اكثر رايدريه في صح موظفين نعم الويكند اللي اختطف علينا نعم ما في شيء نعم وعندك الخميس ما عندنا شيء الجمعه ما عندنا شيء يعني هذا السباق تقدر انك انت تستفيد من هذا فهذا اللي كان العالم دائما يقولون لنا يعني صراحه اذا كل ما يلاقونا قالوا نحن نلومكم انتم ليش ما تتكلمون بخصوص التوقيت توقيت السباق هذا عن الاسطبلات الخاصه نحن ليش ما يراعونا دائما في كل مره سماح يمكن حتى قبل كنا نتكلم في قناه ياس ممكن دائما نتكلم السباقات هذه خصوصا سباقات المواطنين لازم انها اللجنه تحط في بالها وتاخذها بعين الاعتبار والمشكله حسن انه ما تقدم اللجنه بيان سبب تاخير او تقديم السباق ما تقدم بيان يعني ما في حد عنده متحدث يعني انا يا اخي يا جماعه أمور وايد يا أخي فيها علامة استفهام أنت اليوم لجنة حطيت سباق في نص الأسبوع أنت عارف أن المواطنين موظفين مثلا في الدوائر الحكومية وعارف أن في ناس في الخدمة العسكرية وعارف أمور كثيرة والفرسان طلاب والفرسان طلاب سماح أنت قدم توضيح هذا الشيء يعني, يعني خبرنا هل التضاريس هل الأجواء هل أنك أنت يعني أو أنك هذا مهرجان أساسي يا جماعة الخير هذا مهرجان أساسي الكل اللي بيشارك فيه الكل اللي بيستفيد منه ونحن ما نغفل ولا ننسى كلمة سمو الشيخ حمدان محمد وخصوصا أن الاسطبلات الخاصة قال هي اللي تغذي الدعم الرئيسي والشريان والبترول اللي دائما يغذي الاسطبلات الكبيرة فبالتالي أصحاب سمو الشيوخ دائما ونحن متأكدين وعارفين هالشيء أنهم هم همهم الاسطبلات الخاصة وتقويتها ورفع المستوى عند الاسطبلات الخاصة لازم تقدم بيان شوف اليوم تقدم بيان اللجنة توضح سبب أن هذا الوقت يكون لازم يكون إجباري على المواطنين قدم بيان أنا سؤالي ليش ما احتجيتوا أنتوا لا خلنا نخبرك انت لا تاخذنا كذي دكتور نحن تكلمنا في الحلقه الماضيه
دكتور نحن نحن الانتري فتح عندنا الاسبوع هذا والحين تونا نتكلم اليوم حلقتنا قاعد تكلمنا في الحلقه الماضيه بخصوص توقيت يعني تبغى نسي المحكمه ونشتكي على التوقيت انا شوف انا هذا المنبر الحر انت تكلمنا فيه لا انا الجدول موجود انا اتكلم عن موضوع السباق لا مستمع من رئيس التنظيم لا مستمع من رئيس اللجنه لا ما في بيان يشرح لك نحن تكلمنا انت تبغى سباق فرق الشرطه ونقول نحن تكلمنا انا ما اختلفت وياك انا متفق وياك ان اختيار الموعد خطا ليش انت كمنظم لحظه ليش انت كمنظم ما ترتئي لهذه الجوانب الحساسه الخاصه بالاستبرات الخاصه انا عندي يوم السبت فاضي ليش ما سويته يوم السبت واليوم احنا عندنا الاحد ليش ما كان سباق عندي وانا عندي ويكند بس انا سؤالي للاسطبلات الخاصه ليش ما ترفعون صوتكم تحتجون تقولوا يا جماعه الموعد هذا خاطئ انا بعطيك طرفه بسيطه خمسة اشخاص صراحه وبلد شقيق من لجنه منظمه عندنا وانضربوا خمسه انضربوا منك انت شو تحتاج تبغى نضرب يعني شو تبغى انت بالضبط انت شو تبغى انا اقول لك شيء التمس عندكم منابر اعلاميه موجوده يا اخوان في منابر اعلاميه موجوده عفوا سابقا بس في شيء انت يسمونه في شيء يسمونه حشمه اصحاب السمو الشيوخ نحشمهم ولي امرنا ثانيين حيوم نحشم ولي امرنا ولا هذول كل اصلا ما يهمون هذا كل العالم ما تهمنا انا اقول لك اياها خلينا في اقتراح نحن طالبنا في الحلقه الماضيه مع سماح طالبنا في الحلقه ولكن للاسف ما في رد من مسؤول يعني هذه هذا هذا يدل انما يدل على ما عندهم احترام في رغبه المشارك للمدرب او رغبه المواطن في الشيء اللي يبغيه انت صوت الشارع الرياضي الشارع الرياضي يطالب بالتغيير فبالتالي اذا ليش انا ما اغير انا اليوم منظم انظم لك انت يعني انا لو مو انت موجود يا ابو ركان يا دربي ما لك وجود ما لك موجود ولا الكلام قلنا نحن فلازم انا اقدم لك افضل خدمه عشان انك كنت موجود وعطنا الشرع ووضع الشرع نحن ترى حلقتنا ساعتين ووضع الشرع وقول نحن مشكلتنا يا جماعه التوقيت هذا يناسبنا بحكم كذا 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 لا انت شوف دكتور انت جاي من البحرين تعور براسنا الله يخليك صح معك حق والله العظيم انت هتعمل لنا مشاكل خلينا في حد بيأيد كلام دكتور خالد انا مع دكتور خالد واقترح انه ممكن تحديد الجوائز حسب الافريج سبيد مثلا اقل من 25 ما في جائزه او الجوائز سماح. مش لهالدرجه مش سماح انا بعطيك توضيح بسيط لعزيزي مطرش مسج نحن 25 شوية يتحرون سباق المواطنين خلنا نقول بمعدل 25% إلى 30% خيول تابع لأصحاب السمو الشيوخ تركض ويانا هذا الواقع المرير وبالاسم وعارفين الخيل فاليوم إذا ركضت هذه ما ركضت في رأس الشيوخ ركضت في رأس المواطنين فيا جماعة أنتوا كيف تبون المواطن يستفيد كيف تبون نوادي حكومية تشارك نفسه كيف نوادي حكومية تشارك عندك ها؟ نادي حكومي. أنت تعرف أسد أنت بروحك تعرف نعرف كل شيء نعرف كم في خيول ونعرفها بالأسامي وعارفينها من وين ظاهرة وتركض يا مع المواطنين ما في مشكلة نحن ما قلنا ما عندنا خلاف بس أن يصير تركض المواطنين يصير تخلص هذه مشكلة كارثة أن يصير يخلص وراء هذه كارثة يشارك المواطن وانت تعرف ان الخيل هذا مطعوم في الصبل شيخ ويصير يخلص المواطن هاي صعبة يا جماعة ممكن في السباق يعني شوف راشد مش عايزين نرمي الناس لا 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 انت سماح ممكن في السباق لو حصل هالكلام تقول وقائع ايه وقائع والله هتقول وقائع نعم صحيح اخبار ال21 اللي جاي من كاس رئيس الدولة ايه موجودين ولا تغيروا 23 واحد والله انا اكتشفت الصدقين ان انذال لا نحن في سمعت الجرب المشروقه انا نحن نتكلم في جربه مشروقه ما فيش 23 في هالريس ما في فايده لو بتجيب حتى 100 واحد على فكره في حق النقطه قبل ما تسكرون ما فيها ما تكلمتوا عن الجوائز وطرح الجوائز وطريقه الاعلان عن الجوائز سمح احنا عندنا رياضه الحمد لله ناجحه انا تكلمت عنها قبل شوي والحين اعيد التكرار نحن مش حاسدين حد بالعكس الله يوفقهم احنا نتكلم عن رياضه ناجحه اللي هي رياضه الريتشابر الهجن الهجن سباقات الهجن سماح قبل ما يشارك المشارك قبل ما يجهز نفسه حق السباق عارف الجوائز صح عارف الجوائز في كتيب في كتيب عارف الجوائز عارف المرور المهرجانات عندهم الله يوفقهم ويزيدهم احنا قبل سنتين او ثلاث سنين طرحنا هذا الشيء معاذيرنا الله يحفظهم داعمين دعم مش طبيعي حق الرياضه
يعني حد سيدي سمو الشيخ منصور الله يحفظه ويطول في عمره حاط لهم تسعيره الاول 1.5 مليون وسيارته موجوده صح فطعمه الدعم موجود بس تبقى اراء نعم في مسج جاي خليني خلاص خلاص ان شاء الله ان شاء الله جوائز خبر حلو بكره بشرت بعد نعم. في حاله ثانيه خاصه يعني مدام اذا الجائزه لازم تاخذ لها 6 شهور 5 شهور لما توصلك يعني تعرفين الجوائز مال موسم اول موسم انا اشوف المسجات اللي جتني تراها على فكره وانا اذكرها بس نسيت الموضوع تويا اللي من شهر 10 استلموها من شهر 11 لين يومك ما استلموا ولا جائزه يعني تكلمين يعني 11 لحظه وسيح السلام لا وسيح السلام 11 12 1 2 3 5 شهور ما استلم الجائزه ما استلموا الجوائز يعني انت تحدد جوائز فنحن يعني صدق انا مره في حاله يعني شخص الله يعني ما بذكر اسمه ولا بقول لكم شو لقبه يعني قال انت تحطون جوائز لكن ما يستلمونهم واحد يعني بعد المشكله ان هالشخص له يد في لجنه يقول يحطون جوائز بس ما يستلمونهم وهذا الكلام اذا انت بتاخذ لي 5 شهور 6 شهور الجوائز ليش تعلن بالجوائز ليش تعلن جوائز يمكن يموت هذا الريال هذا المدرب بيموت هذا هي الجزئيه اللي ذكرها براكان قبل شوي قال انه من ال 11 الى 70 لا لا انا لا لا انا اقصد ما تحددت قيمه الجوائز بتدرجها فاليوم انت لك 5000 درهم لو 10 لا لا ايفون فبالتالي انت ما تعرف تصنيفك في دعاء حلو لراشد الدربي يا رب يحطون راشد الدربي مدير عام اللجان في الدوله لا ابوي هذا يصلح يصلح لا خلينا نضحك يعني شوي يصلح قدها قدها سمعتها كان يدير مركز نائب مدير مركز اماراتنا نعم. ونحط عليه لما كذا ترى يا جماعه الخير والله يا جماعه الخير دعم اصحاب السمو الشيوخ الموجود هنا ترى ماشي كبير ولا ممكن ارى مسجات سريعه عشان الناس حرام اذا الجوائز ظلت بهاي الطريقه ما بيكون في تطور في اداء المواطنين بسبب عدم محاوله المنافسه واعتقد الجوائز اكثر من كافيه لان ما في رياضة فيها جوائز للأخير أوكي قولي الراشد احمد ربك حنا من سنتين ما استلمنا الجوائز الله الله لا إله إلا الله هذه بعد زار سنتين وهي مو بشهر 11 في واحد بيشكر في الوردة الزرقاء يعني بما أن احنا بنفتتح بالورود إذا ما أخذ إجازة سنوية يومين من الدوام علشان أحضر سباق هذا حرام سأل الدكتور كم جائزة في كاس ملك البحرين مو بكبيرة احنا مثل ما قلت لك الجوائز الموجوده عندنا ما تقارن بالنسبه للسباقات الموجوده بالامارات ما عندكم اسطبلات مواطنين لا انت عندكم اسطبلات مواطنين عندنا المواطنين يعني المواطنين لهم سيارات ايه ما بس ما. بالجائزه الكاس الملك اللي هو لا جائزه اعتباريه يعني اكيد ما راح ياخذوا الجائزه اعطوها للشيخ ناصر يقولوا الف مبروك على يعني صح مش منطقيه احنا دائما السيوف انا قبل 6 سنين جائزه اعتباريه بالكاس الملك وكان سياره جائزه نعم كان سياره بس الحين صارت الجوائز لان محدوديه الجوائز الميزانية عندنا مثل ما قال براكا نعم. دربي عندي مسجات احنا كاستبلات شيوخ ما نحتاجها فشلنا جوائز من الكاس الملك اللي هي عليها سيارات حولت الى الخاصة حق اللي داخلو. يستفيدون منها الاسطبلات الخاصة كده انت هتزعل امير ومدربين اسطبلات الشيوخ يعني نستاهل عمالنا بعد بعدين ايه انا بشوف حتى حرام ما يقصرون الشيوخ عليك إيه؟ ما يقصرون الشيوخ نعم كفاية عطول اليوم انت بدون تواجد صح. اليوم عمير اذا ما ياتك خيل من عند الاسطبلات الخاصة ما تقدر تستمر انت اليوم تاخذ خيل صحيح. من الاسطبلات الخاصة اليوم بدل لا افتر العالم كله واشوف الحصان ولا اقل الحصان عند الدربة او عند الراكان او عند من واثبت النتائج ترى واشتري من عنده دكتور شيء واضح السباقات اللي طافت ما سبق لنا الخيول اللي انشروها خلاص ممكن نخلص موضوع الجوائز وان شاء الله يمكن بكره تسمعوا خبر كويس او بكره يعني يكون في تصحيح لوضع الجوائز وتوزيع الجوائز على فور ما عفوا لا لا بكره نسمع خبر حق بعد بكره لا حقنا لا ما نتكلم عن نتكلم للمستقبل للمستقبل ان شاء الله يكون المستقبل اما بكره هذا موضوع خليني بس اقرا كم من مسج سريع ارشح البوادي ان شاء الله يظل ثابت على المنصة في كاس ولي العهد إن شاء الله في طبعا ترشيحات لإف 3 إف 3 بتكون مشاركة بقوة ونتمنى لها إن شاء الله تصعد على المنصة بس بالمركز الأول المنسو بيكون قوي مع إف 3 حاولنا نتصل بخليفة كمان خليفة ما بيرد على العموم ننتقل لموضوع القوانين ولا ما فيش وقت إيه رأيكم والله إذا عندك شيء المترك لكم شكرا موضوع القوانين محتاج عطوها يوم موضوع القوانين إذا فتحنا ما بنقدر وبيكون يعني سريع ونحل الموضوع بكرة عندكم الخميس فاضي بكرة إن شاء الله بكرة موعدنا إن شاء الله معاكم هني
ان شاء الله ما يكون في ظواهر على اساس ان نتكلم بكل صفاده. تعتقد مش هيكون في ظواهر؟ لا انا اعتقد ما بيكون في ظواهر. ما في شيء ما يا سماح انت يعني نحن الله عرفناه بالعقل، ما في شيء ما في ظواهر. والظواهر تشير ظاهره صحيه. لا 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 بس مو بعد الظواهر السلبيه، الظواهر الايجابيه هي الظاهره الصحيه. المشكله هذه تعمد سبب الخطا وتصحيح الخطا شغالين اياها نحن. انا متفائله انه بكره يكون سباق حلو وهننبسط. الله يستر. وما تقوليش كلمه بنادول لو سمحت. اقول الله يستر. اول مره تفايلين ما عيدت تفايلين عيدت هلا بالجمعه. اخي الجمعه انا راح من اجندتي خالص، عندي في ايام الاسبوع 6 ايام الجمعه هلا بالجمعة شكله جي علينا مش معنا. بس كان إن شاء الله تفاؤل في المهرجان، خلينا نبتسم، خلينا نكون فرحانين، خلينا نسعد إن شاء الله يكون موجود بكرة بالتأكيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، نسعد بوجود سمو الشيخ حمدان بن محمد وجولته الاعتيادية مع صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد في الجولة للاطمئنان على سير الأحداث، للاطمئنان على نزاهة السباق. نتمنى بكرة ما حدش محتاج مساعدة. في حد بكرة عمير محتاج مساعدة؟ 9 سامي أبطال، أنا من اللستة طلعت 9 سامي أبطال. بس أنت عارف ومساعدت بيقول لك المشكلة أنه في وجود الأبطال المدربين بيحتاجوا للمساعدة. شيل المساعدة يا سماح، ليش أنت تقول مساعدة؟ هل خيول أدن أداء طيب دون مساعدات؟ ها؟ ما أتوقع يحتاج المساعدة. مين قلت إيه؟ 9 خيول هذه أنا مسجل أساميها من الصبلات جدا عريقة، فأنا ما أتوقع حتى 9 خيول تحتاج المساعدة. يعني أنا بكرة هسأل كل واحد فيك وكان في مساعدات أو لأ، هترد بصراحة؟ برد بصراحة. خلاص انت تعتقد بكره ما بيكون في مساعدات؟ الاسامي هذه ما نحتاج مساعدات. انت راشد؟ انا اقول لك بتستوي مساعدات، اول مساعده بتبدا في الوزن. مع الابتسامه ثاني كده. انا اقول لك لا، انا اول مساعده بتبدا في الوزن. ليش؟ ليش 50 باكر الحين هم حددوا 50 الوزن و60 المواطنين، البنات 50 والمواطنين 60. وبعدين بتيجي اللجنه وبترتقي على انها تحط اوزان على اساس انه في اعداد كبيره مشاركه، فحرام نوقفهم. زين خلها مفتوحه على اساس ان ناس ما شوفي انا ما اروح اتكلم وايد لان اليوم عندي مشكله في الاشياء كثير. يعني انا استشفيت اليوم في شيء ما كنت اتمنى اشوفه. يعني ايه هو؟ انا اليوم شفت حسيت في شيء، في يعني في حروب تضرب فوق الاطار الخط العريض. حروب؟ نعم. ضد مين؟ ضد ريسنج شانل. انا بقول لك اياها بصراحه، خلينا نمشي نشوف. ضد ريسنج شانل؟ نعم. ضدنا احنا؟ نعم يا راجل. نعم. بالعكس، ده احنا حلوين والناس بتحبنا. سماح انت حصل اليوم حلقتك الساعه كم المفروض تكون؟ خلاص ما احنا طلعنا في ميعادنا. لا طلعت بس لا انت على اساس تطلعين في ميعادك شو اليوم الظهر حصل لك؟ شو الوضع اللي انت كنت فيه؟ لا شفني انا الوضع ولبست ورده ومتفائله، ويكفينا وجود صاحب سمو الشيخ محمد صوت الراشد اين كان مكانه. بس لابد في ناس بتبصق هذا مشكله صوت الحق. فخلينا نحن خلينا نشوف الزلات. خلاص نحن نسمي برنامجنا بعد كده صوت الحق. نحن عندنا صوت الحق. صوت الحق. نعم. كل واحد خد له حته من صوت الحق. دكتور خالد والله شرفتنا وانبسطنا بوجودك، كانت حلقه خفيفه ظريفه واعتقد ما عملنا مشاكل. لا بالعكس ان شاء الله احنا اضفنا، وان شاء الله يعني تلمسنا بعض النقاط اللي الامور اللي تهم الشارع الرياضي وتهم اهل الخيل. بكره كده هترصد لنا الاحداث وتقول لنا شو صار وكذا. ان شاء الله. بس انا كنت اتمنى اليوم كنا عندنا وقت ان احنا نطرح موضوع القوانين باتر لان باتر القادم اسوأ. باتر اليوم تتكلمون ترى القادم اسوأ يا اخوان. يعني انا ما اقول لك بتفائل، لا القادم اسوأ. اقول لك لان موجود سماح يعني موجود النقاط. لان ما نحب نكدر الجماعه والاهل الخيل والمتابعين بما ورد في الاتحادات في الاتحاد الدولي وما يعني يطبخ في الاتحاد الدولي ان كنا نقول ما انا غير متفائل. ما تحرق لناش الحلقه خلاص والله حنعملها. حرقت لك الطبخه. لا يعطي دعايه حق بكره. ايوه يعني اعطي دعايه حق بكره. لا باكر عندك انت سباق وعندك ظواهر ما بتخلص حق الحلقه. لا 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 هذه يبي لي يوم واحد. الدكتور خالد بقول لك يا بصراحه احلى شيء عملته سماح او خلينا نقول ريسنج شانل جابوك لتوضيح الصوره للراي العام على اساس انه ما نكون مخدوعين. فبكره موعدنا مع الجمهور.
لا ان شاء الله ما انتم مخدوعين، وان شاء الله احنا يعني امان الامان اللي متروكه علينا والامانه اللي احنا نعرفها وننقلها بشكل بشكل صريح وبامانه الى الشارع الرياضي، لان اليوم انا ما انقل للشارع الرياضي بالامارات، انا انقل للشارع الرياضي على مستوى الوطن العربي كله. صحيح. فبرنامج الخطه متابعه من الوطن العربي، فبالتالي اليوم لما ننقل شيء يدور في كواليس الاتحاد الدولي وما دار بكواليس الاتحاد الدولي، مهم ان احنا ننقله، لان هذا امانه الامانه اللي خلاص علينا. احنا بكره الساعه 8 حنقسم الحلقه، حنتكلم في الاول طبعا عن ريس، نتائج الريس، حنتكلم عن استعدادات ريس بكره، وهنخصص نصف ساعه كامله في نهايه الحلقه عن القوانين التي يجهلها المدربين وستطبق عليهم ابتداء من هذا العام ولا يعرفون عنها شيء. حنوضح لكم أشياء وخبايا لا تعرفون عنها شيء. متفائل بريس بكرة حسن؟ اديني نظرة تفاؤلية، ابتسم كده. إن شاء الله توكل يا بالله، تبين تفاؤل فعلا. لكن بعدين بعد سباق، بعد سباق بشوفكم. أنا أريد أشوفكم أنتوا المتفائلين، أنا بشوفكم بكرة نتقابل هتشوف. يلا نبتدي ترشيحات عشان نكتب بكرة. عمير قلت هترشح مين بكرة، اختار واحد بس. حصان عنده فترية رقم 119. مين هو اسمه 119؟ لا الثاني هيثرو. نعم هيثرو. هل كان جاي ثامن كاس الشيخ محمد؟ هنا عم جاي ثامن كاس الشيخ محمد في البنات، مسوي سبيد 29 في شهر ديسمبر. اذا عمير يرشح ان F3 بتفوز باللقب بكرة. ايدي حق الموبايل طبعا بايد وهنشوفها على الشاشة حق الموبايل. أنا انت مسكين معك الموبايل، حتى لو فاز بيه عمير بنعطيك الموبايل. عمير عطوه موبايل ما تكلم، عطوه كاسي لصاحب الشيخ محمد. عمير كم خير مدخل كاسي محمد؟ اي سباق يطاف ولا حد؟ سباق يطاف اللي اخذت عليه الموبايل اثنين علي راسين؟ هي بس لا هو بس المدرب كان كاشتراك يعني كان اعطوني حقدوا على المدرب. لا لا ما يخبرنا من المدرب، انا اعطوني اياها قبل في البري رايد كمان قبل ايه تفضل. ها مين ترشح بكره؟ ارشح من اوسكار من الاسطبل ام 7. اوسكار من الاسطبل ام 7 رقم 87 88 عفوا اف 3 المنسو. المنسو اللي جاي ثاني في البحرين، اذا قالوا مفحامه فهي بنشوف المفحام شو بيأدي. حسن أبو اسمي. لا وين شو وسطه هي وسطه ايه انا التلفون على كيف كنت تحصله ابوي بعد في والله شوفي انا بقول لك انا في خاطري صراحه اروح مع راهب واروح مع المنسو، لكن اذا انا بنجبر عليه خيل واحد بروح حق راهب لاني حاب الحصان. الحصان اداء طيب في نشوفكم بكره ان شاء الله مع الترشيحات اللي سمعناها طبعا من المحللين. هارا المسجات بشكل سريع، الدكتور خالد لم يقم بالرد على كم جائزه في كاس ملك البحرين ولا في اعلان على الجوائز قبل السباقات ولا اي شيء. هذه المعاناه لديكم نعاني منها في البحرين ايضا. عام 2010 كانت السرعه في الامارات 24 والسعوديه 20، في عام 2018 الامارات 29 والسعوديه 24، يا ترى بعد 10 سنوات كيف ستكون السرعة؟ في حد كمان بعد، أنا عندي اقتراح، إن شاء الله محكمة لسباقات القدرة وتعيين راشد الدربي القاضي ويجلد الظالمين. لا أبويا عصر الجاهلية رجعنا. السلام عليكم، لماذا لا يتم توزيع الجوائز بموجب قانون الاتحاد الدولي بحيث توزع على 25% من المشاركين بالسباق بنسب معقولة لتعم الفائدة على الجميع؟ ها مقترح أيضا، إن شاء الله كل التوفيق لاسطبلات النصر 2 والمدرب بطي سيف. نعم إن شاء الله. سوري يعني المسجات بكرة هنكمل قراءة المسجات. أشكركم على المتابعة، انتظرونا بكرة في نفس الموعد 8 بالليل على القناة الأولى والثالثة مع محللين، هنتكلم عن كلام كتير كتير كتير. مع السلامة.